السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم في بودكاست كسرى مع حلقة جديدة وضيفة جديدة. اليوم معنا الضيفة نسرين ديب، مهندسة حاسوب ومحللة أنظمة ورائدة أعمال اجتماعية لبنانية، حاصلة على بكالوريوس من الجامعة الإسلامية بلبنان وماستر من الجامعة الأمريكية ببيروت. اشتغلت نسرين في عدة شركات بلبنان وخارجه في بداية مشوارها، وعملت تقريبا لتسعة سنوات كمحللة أنظمة لدى MSC أحد أكبر شركات الشحن في العالم بفرعها بلبنان، وتعمل حاليا كمديرة تنفيذية للرابطة اللبنانية لرائدات الأعمال LLWB. شاركت نسرين في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية في مجالها، وتنشط في مجال نشر الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات لدى الشباب والشابات STEAM باختصار، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الهاكاثونات والفعاليات في لبنان. قبل ما نفوتوا الضيفة الكريمة تاعنا، نبدأ مع طه مقدمة خفيفة عن مواضيع اليوم ونبدأ إن شاء الله. تفضل طه. السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات، شكرا لكم مرة أخرى على وفاكم البودكاست كسرى. اليوم شرفتنا أستاذة نسرين بحضورها، هي أول لبنانية تحضر على البودكاست، فنشكرك جزيل الشكر نسرين على الحفاوة اللي قبلتي دعوتنا. اليوم إن شاء الله بحول الله راح نحكوا على لبنان، على الدراسة في لبنان، على الكوفيد، تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان. نسرين شكرا جزيلا على إجابة الدعوة، شرفتينا بحضورك. نبدأ في كلمة أولى وبعدين نشوف الحوار إن شاء الله، تفضلي. شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا على اختياري لكون أول شخص لبناني بكون معكم بهذا البرنامج، وشكرا على هذا البرنامج لأنه أنا دائما كنت آمن بالتأثير بالشباب، أنه الواحد يشارك خبراته ويشارك مسيرته مع الشباب والصبايا، لأنه أكيد إلا ما هني يتأثروا إيجابياً بالمسيرة الجيدة. نسرين ديب، بتحب هلأ أعرف عن حالي أو؟ عارفين يعني إحنا دائماً ضيوفنا نطلب منهم أنهم يعرفونا من خلال المسيرة تاعهم، كيف حتى من تقريباً من البكالوريا اخترتي الإعلام الآلي، وكيف حتى وصلتي اللي ما أنت فيه اليوم؟ طبعاً نشأت بعائلة متواضعة جداً، بعائلة كتير بتشجع العلم، وبأهل كتير بيشجعوا أنه البنت والشاب يوصلوا لأعلى مراكز ويوصلوا ويحققوا طموحهم، ومنشأت بأسرة ما فيها تفرقة بين الشاب والبنت، يعني كل المجالات والاختصاصات مفتوحة قدام إن كان شاب ذكر ولا أنثى. وكنت أنا من بالمدرسة كنت كتير بحب الرياضيات، فتوجهي نحو الرياضيات. وقت جيت بدي فوت على الجامعة أتخصص، صراحة أنا ما كنت بعرف أي اختصاص بدي فوت، وأنا هون بلشت اكتشف انه في ثغره بمجتمعنا، انه انا خلصت مدرسه علاماتي عاليين، علاماتي بالرياضيات عاليين، بس انا ما بعرف شو بدي اتخصص، ما بعرف شو بحب، ما بعرف شيء عن الاختصاصات اصلا الموجوده وانا وين بقدر فوت. فللاسف لانه ما في هيدي التوعيه عند الشباب اللي بس يخلصوا من المدرسه هن عارفين حالهم وين بدهم يفوتوا. هلا اكيد تقدمنا، بس انا عم بحكي قبل وقت انا ايامي كان بدي فوت على الجامعه. فانا كان عندي خيال كبير، خيال كبير كان مخصص برمجه كمبيوتر اللي هي انفورماتيك او كمبيوتر ساينس. انا ما كنت بعرف شيء عنه لهذا الاختصاص، بس كنت انا عندي مثل حشوريه بيقولوها، يعني ما بعرف بالعربي الفصحى شو بتنقال، بس انه عندي هيك حشريه اني اعرف كيف هذا الكمبيوتر بيشتغل. وخي كان كمبيوتر ساينس وشجعني، قلت انا حفوت كمبيوتر ساينس او برمجه حاسوب لانه خي فايت برمجه حاسوب، وانا ما كنت بعرف شيء عن هذا الاختصاص. وفعلا انا فتت على الجامعه عملت برمجة كمبيوتر، انا حتى ما كان في عندي كمبيوتر بالبيت. فكمان هيدي كانت اول شو بقولوا تحدي لإلي. فتت على الجامعه الاسلاميه، اول بتذكر مزبوط اول صف فتت عليه بالجامعه الاسلاميه كنت انا البنت الوحيده على تقريبا 35 شاب. اه صح. نسرين، هذا كان في اي عام؟ هيدا كان بعام 2005. 2005 فتت انا على الجامعه، كنت اول بنت قدام 35 شاب. يعني أول شيء صدمت إنه ليه فتنا على الصف، ما كانوا 3 سنين هينين، لأنه بالنهاية يعني هاي عم حكي كمان 2005، هلأ لبنان كتير تقدم من هالناحية، بس ما عبدنا نشتغل على الموضوع اللي هو تمثيل النساء أكثر بهذه الاختصاصات. ولكن كان في تحدي، إذا بدك ترفع إيدك بالصف، إذا بدك تسأل سؤال، يعني والبنت عندها خجل من ناحية معينة. بس أنا تحديت كل هول الصعوبات لحد ما خلصت البكالوريوس تبعيتي بالكمبيوتر ساينس. بعد 3 سنين طلعت أنا الأولى على كل الفاكولتي، على كل الفاكولتي. الكلية اللي هي كان تقريباً بقلبها 70 شاب. إحنا آخر شيء وصلنا تقريباً 4 بنات على 70 شاب، وأنا طلعت الأولى عليهم كلهم، والأولى على فرع الإنجليزي وفرع الفرنسي. فأنا هون بتصير بتأمن بحالك أكثر. هو أي خطوة أنت بتكون خايفين تخطيها، بس تخطي هيدي الخطوة وتلاقي أنت عملت اللي عليك ونجحت،
بتصير بتشجعك انك تقدم على خطوة اكبر. وكان في تشجيع طبعا من الاهل، وحتى بتذكر بمشروع التخرج المدراء اللي كانوا موجودين وحاضرين رؤساء الكلية قالوا انت هذا فيك تاخديه وتفتحي في شركتك الخاصة. بس كمان ب 2005 ما كان معروف شو يعني رائد اعمال، ما كانت هينه انه انا اروح بدي افتح شركتي، انه انا بدي هذا المشروع انطلق فيه، يمكن هلا ما بعرف وين كان صار، وافتح بزنس، افتح شركه خاصه لإلي، لانه ما كان في تشجيع لا من المجتمع اللبناني ولا حتى من الجامعات، ما كانوا كلهم مهيئين لشيء اسمه رياده اعمال سنه 2008 وقت انا تخرجت. فكان عندي حلم انه انا بدي اكفي الماجستير، بدي اكفيها وبدي اطلع على جامعه تكون توب رانك، يعني تكون من اهم الجامعات بالبلد. طبعا هي الجامعه الامريكيه ببيروت هي تقريبا يعني نمبر 1 او رقم الثاني يعني بلبنان اذا مش رقم الاول. فكمان هون الجامعه الامريكيه ببيروت كثير غاليه الثمن، منا هيني ابدا انك تفوت تتعلم فيها. وحتى انه بال2008 انه حدا من جامعه من برا برات الايو بي فوت على الايو بي كفي ماجستير، كمان ما كانت كثير تنقبل بطريقه سهله. وانا بتذكر رئيس الكليه بالجامعه الامريكيه قال لي انت اول وحده نقبلها من الجامعه الاسلاميه بلبنان تكفي ماجستير لانه علاماتك كثير عاليه. ما شاء الله. فالحمد لله انه قدرت قدمت الابلكيشن واشتغلت على حالي. وانا كنت فرنسي، يعني انا فرنش ادوكيتد ايام المدرسه، وبالجامعه قصدت انه انا بدي فوت انجلش، وهذا كان تحدي ثاني انه انا كل عمري فرنش ادوكيتد، ما بحكي الا لغه فرنسيه، اللغه الانجليزيه كثير ثانويه وما كنت قويه فيها ابدا. بالجامعه الاسلاميه بالبكالوريوس انا اصريت انه انا لا بدي اعمل انجلش لانه انا بدي اتعلم لغه ثانيه واكون قويه فيها. نسرين ممكن تشرحين كيف في لبنان؟ يعني انا اعرف انه في لبنان كان اللي يدرسوا بالانجليزي كان اللي يدرسوا بالفرنسي، ممكن تشرحين النظام في لبنان كيف معمول؟ طبعا انت بكل جامعه تقريبا بمعظم الجامعات بالبلد بس ما عدا الجامعه الامريكيه ببيروت كل الاختصاصات بتكون بالانجليزي. الجامعه اللبنانيه الامريكيه اللي هي الايو كمان كل الاختصاصات بالانجليزي، الجامعه اليسوعيه بالفرنسي. بس في عندك جامعات بتعطي بالكليه بتعطي صفوف، الصفوف بتكون لغه الدراسه الاساسيه فرنسي، وصفوف اللغه الدراسه الاساسيه هي انجليزي. لانه بلبنان نحن فرانكوفونيه، نحن بنحكي في ثلاث لغات اساسيه، عربي انجليزي فرنسي. بالمدرسه حتى بالنظام التعليمي في عندك مدارس اللغه الاساسيه عربي واللغه الاساسيه الثانيه بتكون يا انجليزي يا فرنسي. فانت بتاخذ لغه ثانويه، يعني اذا انت مثلا انا كنت باخذ عربي فرنسي بالمدرسه، كل شيء بدرسه بالفرنسي، يعني الفيزياء الرياضيات العلوم كل شيء باخذه باللغه الفرنسيه. باخذ لغه ثانويه اللي هي اللغه الانجليزيه اللي هم بيعطوك حصه واحده يمكن بالاسبوع، فتعتبر جدا ثانويه وما بتطلع انت كثير قوي فيها حسب المدرسه طبعا. اذا المدرسه كثير قويه وخاصه، وانا كنت اول فتره بمدرسه خاصه بعدين مدرسه رسميه اللي هي مدرسه حكومه، فطبعا اللغه هون شوي ما بتكون كثير قويه مثل المدارس الاخرى، مثل المدارس الخاصة بدي حدد بالتحديد. أول فترة كانت كتير صعبة لأنه بلشت أقرأ، يعني أنا أقرأ بالدكشنري بالقاموس بالمعجم بقولوا له، يعني أنا أقعد ترجم لأنه أنا في دغري على صف إنجليزي وأنا ما بحكي إنجليزي كده. فأخذت معي شوي فترة، بس يعني أنا بتذكر كتير منيح بامتحان شيء له علاقة بالبروغرامينج بالبرمجة جبت وقتها 19.5/20، بس انا اضطريت كنت احكي الاساتذه اقول لهم انا اوقات يمكن بدي اكتب كم كلمه بالفرنسي بالورقه بتقبلوا لي اياها. وفعلا بتذكر كثير مضبوط بضحك على حالي لانه بتلاقي الورقه مكتوب انه كلها انجلش بس شوي بيمرق فرنسي، وفعلا كنت عم جيب اعلى علامات حتى لو كان عندي مشكلة. فوقت بدك تفوت على الجامعه الامريكيه لا، اللغه الانجليزيه لازم تجيب علامات كثير عاليه فيها. كنا عم نحكي بموضوع التحدي الثاني اللي هو التحدي المادي، لأنه هي كتير غالية الثمن إنك تتعلم بالجامعة الأمريكية. وقلت لك نحن بعائلة جدا متواضعة، بحطوا كل قدراتهم بالعلم ولكن مش قد الجامعة الأمريكية. فاللي عملته إني أول شيء تعلمت حد دورات إنجليزي قبل ما فوت على الجامعة الأمريكية، جبت العلامات اللي هي لازم إني أنا فوت وإن قبل. وبعدين أول سمستر أو أول فصل بالجامعة كمان أخذت دورة مكثفة إنجليزي بالجامعة الأمريكية، وأنا كنت كتير عم بشتغل على حالي. يعني أنا هذيك المرة كان في حدا عم بسألني أنا كيف بدي أقوي حالي بالإنجليزي، قلت له ما في شيء، ما في صف بتحضره بيعطيك كل اللي بدك إياه ولا ممكن. إذا أنت بدك تطلع على البرمجة، الصف بيعطيك البداية، بيعطيك أول شيء أنت بدك تشتغل على حالك. فأنا أوقات كنت عم سوق مثلاً بالسيارة حتى أغاني، اسمع صوت قلن إنه اسمعوا أغاني، حط الليركس، إجي على البيت
دربت على موضوع انه انا احضر موفيز، احضر اسمع اغاني، اجي بالبيت علم الكلمات اللي انا ما فهمتها، ارجع انا ترجمها اونلاين تقدر انا اتعلم. فهون الواحد بده يشتغل على حاله كثير. صح والله، نفس التجربه مرت بها انا ذاك الوقت، نفس التجربه في تعلم اللغات مرت بها، لكن كنت استعمل اكثريه الالعاب الالكترونيه. كنت نلعب، كنت في الثانويه بدايه المشوار الجامعي هنا ثاني في الجزائر، درسنا ندرس بالعربية كل الفترة يعني الإعدادية. بعدها لما نفوتوا البكالوريا، المدارس معظم المدارس العليا تدرس بالفرنسية، فهنا ندرس الفرنسية والإنجليزية كلغات أجنبية، ولكن ما ندرسوش المقرر باللغة الفرنسية. لا، احنا المقرر بالفرنسي أو بالإنجليزي. ايه هنا مختلفة. صح، ونمر بنفس المشاكل يعني الكي اللي لما نفوتوا الجامعه، حتى ولو كنت تكون تتقن الفرنسيه والانجليزيه. عفوا بس حتى ما كنا عم بعطي، عفوا معلومه خطا، مش المقرر باللغه العربي، عربي التربيه التاريخ الجغرافي، عفوا الادب. لا ايه الادب بندرسه بالعربي، ولكن الباقيين لا ندرسهم باللغه الثانيه الاساسيه. تفضل. ايه احنا هنا نقراو كل شيء بالعربيه الا اللغات الاجنبيه، ولكن في الجامعه الجامعات الكبرى والمدارس العليا معظمها تقري بالفرنسية. هناك ممكن واحدة بتقري بالإنجليزية، هي تقري إلكترونيكس، لكن معظمهم بالفرنسية، حتى الطب والصيدلة. كاين الكثير من الطلاب اللي يواجهوا هذا المشكل. أنا الحمد لله ما كانش عندي مشكل الفرنسية، ولكن لما دخلنا ندرسه في الحوسبة والإنفورماتيك، مشكلتها أنه معظم المصادر العالمية بالإنجليزية، ولو تدرس تعتمد المصادر الفرنسية راح تكون دائما متوخر على ما هو موجود في التكنولوجيا. فكنت مضطر أني كان مستواي الإنجليزي لا بأس به، ولكن لم يكن يرقى، لأنه كنت دائما نحاول نحسنه، فاعتمدت أنه كيف نحسن الإنجليزية، حسن الأمور اللي نحب نعملها وندرسها بالإنجليزية، مثل ألعاب إلكترونية كما كنت ليركس، مثل أغاني ذلك الوقت. أكثريتها أنا كنت نستعمل ألعاب، فكنت نلعب لما نفهمش حاجة عندي القاموس وتشرح وتتعلم على الوقت، درت رصيد لغة 100%. هون ساعتها انت في الواحد هو المايند سيت تبعيته، طريقه التفكير، انه انت دمجت هوايتها بس عم تستفيد منها انك تتعلم شيء جديد. صح يعني الهوايه اللي انت بتحبها هيدي اذا احنا بنمشي فيها بكل حياتنا، قد ايه بيكون الواحد عم يتعلم كل يوم شغله جديده. صح. بلشنا بدنا نبلش بالجامعه الامريكيه، وطبعا قلت لكم الوضع المالي ما كان بيسمح انه نتعلم بالجامعه الامريكيه، ويت انا انقبلت. فأنا كنت اضطر أول شيء بلشت شغلي طبعاً من بعد ما خلصت البكالوريوس، كنت عم فتش على شغل. أنا قعدت 6 أشهر ما عم لاقي شغل من بعد ما خلصت البكالوريوس. السبب ألا وهو في أسباب كتير ممكن تمرق، بس كان في عندي عائق كبير اللي هو أنه أنا بنت ومن إنسان، أنا بنت بدها تفوت لعالم البرمجة. أنا بتذكر عملت في مقابلتين عملتهم بشركتين كتير مهمين بلبنان. اول شركه قال يعني اول شركه رفيقي هو كان بيشتغل فيها واخذنا عليها، قلت له عملت الامتحان، قلت طلعت من الاوائل بالامتحان، بس انت بتعرف انه نحن انه البنت وبكره بدها وبكره يمكن بدها تتجوز وبده يصير عندها اولاد، ونحن هيدي الشغله فيها سفر وبدها تطول اوقات الليل بقلب الشغل وبدها تعمل اوفر نايت، وهي ما حتقدر. يعني هن حكموا علي انه انا بكره ما حقدر اعطي الوقت اللازم لعملي، بحكم انه انا بعدين بالمستقبل بدي اتجوز وبدي اجيب اولاد وما حقدر اعطي، كانه هي مهمه الاولاد والعائله فقط للنساء. وعلى فكره انا في كمان تحدي نسيت اذكره، هذا كثير مهم، انا يوجوالي بعملت بالسبيتش تبع هذه كثير بذكرها لانه كثير مهمه. اول ما قررت بدي افوت برمجه حاسوب او برمجه كمبيوتر، بتذكر كنت قاعده مع جروب رفقاتي وكان فيهم شباب، انا عم اقول لرفيقي انه انا قررت بدي افوت كمبيوتر ساينس، قال لي انه نسيم مضطره انه مجبوره، ليش؟ بكره بدك بعد 5 سنين بتصيري بتحطي العوينات الجلاسز والسميك كتير، وبدك تقعدي 8 ساعات انت ورا الكمبيوتر عم تعملي كود. هيدا من 3 سنين كان عندي كمان طاق عم بقوله مع بامريكا، قلت له انه هيني من بعد 13 سنه انا ماني حاطه عوينات. اشتغلت انا 10 سنين ماني حاطه عوينات، فهيدي كان لازم اذكرها بس نسيت اعذرني. ستيريوتايب. يا فاضطريت انا كنت عم بشتغل اوريدي برشد بمشواري بالبرمجه بشركه، وبعدين نقلت على شركه ثانيه وبلشت بالمشوار. فكان عندي حل من الاثنين، انه انا لازم اعمل طريقه تقدر امن ثمن الماجستير بالجامعه الامريكيه. فكنت عم بشتغل فول تايم يعني دوام كامل بشركه الامسي، كنت عم بشتغل انقبلت بالجامعه الامريكيه اني اعلم يعني لاب انستراكتور او اسيستنت بروفيسور، يعني مساعده دكتور أو بقلب المختبر، أستاذة مختبر. فكنت عم بعلم بالجامعة الأمريكية،
وكنت عم بشتغل دوام كامل، وكنت عم بعلم تلاميذ خصوصي اللي هي البرايفت لاسنس برايفت تيوتورينج، لانه بدي اقدر اطلع المصاري، وكنت عم بتعلم. وكنت بتذكر مرقت 3 سنين علي، انا تقريبا اشتغل من الساعه 6:30 7 الصبح، انا افترض نهاري بيخلص 3 الصبح، يعني مرقت 3 سنين انا نام اكثر يوم نام فيه يعني يمكن 5 ساعات، 4 أو 5 ساعات. كانت كتير مشوار صعب، ما كان هين ابدا، لانه في تحديات، بس انا كنت مصره انه انا خلص بدي اوصل، يعني بدي هيدا الشيء حقيقي. وكفيت بمشوار المهني سينيور سوفتوير ديفلوبر، بعدين صرت استلم مشاريع كبيره بالشركه مطرح ما انا كنت. هون انت بتتعلم. بس كل هيدا الوقت انا وعم بشتغل باختصاصي كان عندي هيدا الباشن او هيدا حب انه انا فيد غيري، فيد غيري خاصه من النساء، لانه انا مرقت بكتير تحديات انه انا بنت عم تشتغل بعالم التكنولوجيا، فكان كتير عندي انه انا I want to support the others، انا بدي ساعدهم، انا بديهم يتعلم، بديهم ما يخافوا، بديهم ما يستحوا، لانه انا طلعت انه اللي قدرت حقيقه، لانه ولا مره خفت، ولا مره حدا اثر علي بحكيه، كنت عم بتحدى الكل، فهذا الشيء اللي قدرت اوصله. فهذا كان عندي دائما هدف تشجيع النساء. فب 2013 بيوصلني ايميل انه في برنامج مع اليو اس ديبارتمنت اوف ستيت والسفاره الامريكيه ببيروت اسمه تك وومن. هذا البرنامج هو مع اليو اس ديبارتمنت اوف ستيت بنقوا، وفي عنا ناس تكون من الجزائر باي ذا واي، جبنا ضيفتين سابقه شاركوا في 5 توب تك ليدرز، صحيح 5 توب تك ليدرز، يعني افضل 5 نساء بعالم التكنولوجيا بهالعمر عندهم هالخبره بلبنان. وانا كنت محظوظه ب 2013 انه نقوني واحده منهم ورحت على سيليكون فالي. انت بتعرف هذا كان حلم، انه اول شيء انه انا اتنقى بهيك برنامج واني اقدر اروح على سيليكون فالي اللي هي عالم التكنولوجيا. احنا كنا نسمع سيليكون فالي سيليكون فالي، بس انا حروحها. وهون فيني اقول مثل اندمج حب الشغف اللي انا عندي اني شجع غيري مع هذا البرنامج، اكتملت عندي الصوره انا شو بدي اعمل، شو هو الهدف تبعي غير انه انا اتطور بشغلي، شو عندي هدف تاني للآخرين إذا بدك تقول. فب 2013 وقت رحت على أمريكا كانت يعني كان برنامج بغير لك كتير من مسارات حياتك للأحسن. طبعا هونيك شفنا رول مودل بعالم التكنولوجيا، كان عنا ويكشوبس وورشات عمل مع ناس رائدات بعالم التكنولوجيا، منهم شيريل ساندبرغ سي او فيسبوك وغيرهم وغيرهم وغيرهم. نحن زرنا شركات كبيرة، فيسبوك، مايكروسوفت، أمازون، يوتيوب. ومن ضمن البرنامج كنت بتتعلم ريادة الأعمال. أنا رحت على أمريكا ما بعرف شو يعني ريادة أعمال، ما بعرف شو يعني نتوركينج، يعني أنه أنت تجتمع مع العالم وتتعرف وتخوض وتعطي، يعني تعرف أنت ما كنت كتير مشاعة هالموضوع خاصة بالنسبة لي. فكان تجربة كتير حلوة وكتير غزت لي من شخصيتي على جميع المستويات، وأنك تشوف ناس من جميع البلدان وتعيش معهم بنفس البيت كمان كانت تجربة منيحة كتير. وبيعلموك انه وكان في جزء منه انه انت بدك تعمل مثل انترنشيب او ما اعرف بالعربي انترنشيب يعني تدريب، بدك تتدرب. ايه بدك تتدرب بالشركه. وانا كمان كنت محظوظه انه شركه كانت فلوري اسمها، هلا هي ادوبتد باي يوتيوب، يعني صارت تحت يوتيوب. كمان هونيك تعلمت انه اشتغل، شوف كيف بامريكا بيفكروا. ما بدي اقول لك انه انا بتلك اسابيع تعلمت شيء جديد بعالم التكنولوجيا، لا، ما حدا بيتعلم. تعلمت كيف الناس بتشتغل، الكالتشر، كيف البيئه الجيده بالعالم، بعالم العمل. يعني تعلمت كيف انت فيك تكون مدير وفيك تكون، بس انت مش تكون بوس، تكون ليدر. انت كيف تشجع غيرك، تساعد غيرك وانت توصل. هو اللي نحن ناقصينه نصير بمجتمعاتنا. فهذه التجربه غزت لي كثير من شخصيتي. فبس رجعت على لبنان بتذكر كثير منيح، أقعد بالليل أقول خلص أنا بدي أعمل شيء للنساء، بدي أعمل شيء للصبايا للشباب، تشجعهم أنه ليش بس نسرين دي بدها تروح على تكوين، ليش بس نسرين دي بدها تعمل هيك، أنا بدي أحد غيري. أنا ما بفكر أنه بس أنا بدي خليها لقلي، لا، أنا بدي شارك هذه التجربة مع العالم، وبدي خليهم هني غيري كمان يتحمسوا ويقدموا ويروحوا مثل ما أنا رحت ويستفيدوا مثل ما أنا استفدت. فهون بلشت كتير اتطلع على مؤسسات وجمعيات و organizations اللي بتشجع النساء بعالم التكنولوجيا. وكنت يعني كنت كتير اشتغل، شو بقوله، انا دايما بقولها بالانجليش يعني hard work always pays off.
أنا مرقت فترة من حياتي كتير أشتغل أشياء تطوعية، يعني حتى أنا بنت كشاف، أنا 6-7 سنين بالكشاف، بتعرف بنشجع الشباب والبنات وبنشتغل أشياء تطوعية. بس حتى بعالم التكنولوجيا كنت كتير اتطوع، يعني كان تساعد رفقاتك، تساعد حدا بمشاريعهم، أو حتى أنه أنت بعد الظهر بس خلص شغلك حس انه انا عندي ميشن، يعني انا عندي واجب لازم اعمله. فبلشت انا هون اتعرف على المؤسسات بلبنان اللي هي بتعنى بهذا الموضوع، وكمان كانوا كتير قليل، لحد ما ب 2015 نقوني ب Arab Women in Computing، هي organization، هي مؤسسه كمان تجمع النساء العربيات بعالم التكنولوجيا او بعالم الحوسبه. لاي هيئه تابعه هذه المؤسسه؟ هي الفرع الاساسي هي دكتور هي بروفيسور تبع امريكان يونيفرسيتي بابو ظبي، جامعه الامريكيه بابو ظبي، هو الفرع الاساسي هوني. وقررت انه بدها تفتح مثل فروع صغار بكل بكثير بلدان عربيه، جزائر في، مغرب في، تونس في، مصر، لبنان، دا 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 دا. لتشجيع العالم بالمينا ريجن بالميدل ايست ونورث افريكا يعني. فنقوني انا انه اكون الامباسادور او سفيره لبنان بهيدي الجمعيه. فرحنا على أبو ظبي، هونيك بلشت أتعرف كتير على ناس، وجيت على لبنان ب 2015، وأنا افتتحت أنا وصديقة لي أكيد افتتحت هيدا التشابتر بلبنان أو هيدا المؤسسة، كمان كان كله تطوعي. فهون بلشت أنه لا أنا أتعرف على أكتر ناس، على ناس بيشبهوا نفس الفيجن تبعيتك، نفس الهدف اللي أنت بدك تعمله. وصرنا نعمل ورشات عمل وهاكاثونز بلبنان. بتذكر أنه عملنا the first woman only hackathon in Lebanon، قررنا نعمل هاكاثون بس للبنات، فقدرنا نجمع تقريبا 50 بنت من مختلف الجامعات بلبنان، وكان كتير سكسس. وجبنا صرنا نجمع يعني سبونسرز يدعمونا ماديا، يعني جوجل لانش باد بتذكر دعمتنا، وغير مؤسسات طبعا دعمتنا. وهون صارت Arab Women in Computing معروفه بلبنان، وصرت انا من Arab Women in Computing اتعرف على غير مؤسسات وغير جمعيات. طبعا بحب اذكر انه هيدا كله تطوع، هيدا مش بس تطوع. صراحة الفكرة رائعة أنه تعملي هاكاثون للبنات فقط. كيفاش كانت الأمبيونس في الـ Women Only Hackathon؟ انتبه بدي أقول لك شغلة، نحن كانت الهاكاثون البارتيسيبنت اللي بس نساء بس، ما نحن كل حدا منجيب منتور أو حدا بيساعده كل فريق، فكنا عم نجيب شباب وبنات تنآمن أنه الدمج، تنآمن انه نحن ما جايين عاملين وجهه ضد الشباب، نحن بدنا مساعدتكم وبدنا انتم تساعدونا ونحن نساعدكم، تنصير لمستوى ما بقى يصير في تفرقه، تنوصل للجندر ايكواليتي. والجوري يعني حتى والجادجز الحكام كمان كانوا مختلط نساء رائدات التكنولوجيا ورجال رائدين بعالم التكنولوجيا، تنفرجي انه نحن مش بس انه نحن ضد الشباب بطريقه معينه. كانت الاجواء كتير حلوه صراحه، لانه انا انصدمت، انا شخصيا ما توقعت النتائج. هو كان الهدف من هذا الهاكاثون انه عملوا موبايل ابلكيشن بتحل مشكله بالبلد. ففي ناس عملت شيء للكاربولينج، في ناس عملت شيء للعجقه السير، في ناس عملت شيء للذكر، يعني انت عم تذكرني شيء ب 2015، في ناس عملت شيء لفئه بس يكون حدا يطلب دم. فعملوا اشياء بتحل مشاكل انت اوقات منك منتبه لها، يعني انت اوقات متعايش مع هيدي المشاكل. فكان نجاح كتير كبير، ومنا تعرفت من بعد نجاح هذا المؤتمر صرنا نعمل كتير غير ورشات عمل، ومنها تعرفت على جمعية اللي هلأ أنا، يعني تخيل من 2015 تعرفت على LLWB اللي بنيه Geek for Women in Business أو رابطة سيدات لأعمل في لبنان. أنا هلأ I'm leading it. أنا هلأ General Manager أو المديرة التنفيذية لهذه الجمعية. من 2015 تعرفنا، قعدنا 5 نساء بتذكر وأنا واحدة منهم، وإلي الشرف كنت أقعد مع نساء رائدات بلبنان لمدة 8 أشهر بس عم نحكي ونخطط نحن لازم نعمل شيء لنشجع، لأنه رأبنا أنه نسب تبع البنات اللي بتفوت على اختصاصات الستيم كتير قليلة، فشو فينا نعمل. وأنا من تجربة خاصة صارت معي، فقعدنا 8 أشهر نحن نفكر to brainstorm نحن شو الانيشيتيف أو شو هو الشيء المشروع اللي فينا نعمل فيه. طلع معنا شيء اسمه Girls Got IT أو Girls Got IT. يعني الصبايا تحصل على الاي تي. طلع معنا هيدا الانيشيتيف. اول شيء اول ايفنت عملناه بقلبه 500 بنت، وما كان عندنا ماديا مصاري، فصرنا ندق للعالم اللي بنعرفهم للشرق نقول لهم انت فيك تعلم 100 بنت تكنولوجيا، قلنا ايه
مدير هاي الشركة، مدير هيدا البنك. تعاملنا مع كثير ناس، بتذكر كانت البورد تبع السبونسرز أو الراعيين لهيدا الحفل كان كثير كبير، كان عندنا فوق 50 حدا، يعني الغداء عم نجيبه من حدا، السناكس عم نجيبه من حدا، الكمبيوتر عم نجيبه من حدا. وهون كان كثير، كان الأول من نوعه بكل لبنان وبكل الشرق الأوسط على فكرة، بكل المينا ريجن، الشرق أوسط وشمال أفريقيا، ما في برنامج مثل Girls Got IT. ونحن من بعدها كثير من بلدان عم بيحكونا انه نحن اذا فينا ناخذ فرانشايز او فيكم انتم تجوا تعطونا من خبراتكم، وهيدي بعد البلان او المخطط بعده ماشي انه نحن نطلع تقنيه او كيف عمل Girls Got IT يطلع برا لبنان. ف 500 بنت، الحلو بهذا الانيشيتيف انه 500 بنت بيجتمعوا، منجيب 20 او 25 شركه ناشئه. يعني انت في عندك شركات ناشئه بعالم التكنولوجيا صح، جيمنج، موبايل ابس، ويب سايت، اني ثينج صح ولا لا، اركيتكتشر. فمنقول لهم انه انتوا عم تنشأوا، بس انتوا بدكم تنشأوا صح، انه انتوا من الاول وقت انت عم تاسس شركتك كونسيدر او خدوا بعين الاعتبار انه يكون في عندكم نساء بالشركه. فشو بنقول لهم، انتوا هلا وقت انكم تو جيف باك تو يور كوميونتي، يعني انتوا لازم تردوا عمل للبلد، البلد عم بيدعمكم وكل الناس عم تدعمكم تتاسس شركتك، انت لازم تدعم البنات. فهول ال 25 او 20 شركه كانوا يجوا لمده نهار كامل يعلموا ببلاش، صدقني ببلاش، كانوا يعطوا دورات تدريب لمثلا 500 بنت. من بعد اول ايفنت يونيسف عرفتنا وحبت هيدا الانيشيتيف ودعمتنا يونيسف لمده 3 سنين، قدرنا نعلم اكثر من 3500 بنت بلبنان سيم سكيل، رياضيات وعلوم. سؤال نسرين، هل اتصلتوا انتم بيونيسف ولا هي اتصلت بكم؟ مش قصه، هي بتصير معارف، يعني في حدا كان بيعرف حدا من يونيسف وخبروا عن هيدا الانيشيتيف وقالوا انه ايه نحن كتير مهتمين انه ندعمكم تتقدروا تكفوا. فهيك بتصير العلاقات. وهلا في كتير يعني او مثلا او بتشوف السوشيال ميديا طبعا، بتشوف الفيسبوك، بتشوف الانستغرام، وانت بتكون بتعرف حدا فبيشوفوا بينعجبوا بهيدا المشروع اللي انت عم تعمله. وانت بدك تكون جريء. انا هون كتير بقولها لكل النساء، بس بدكم تحكوا عن شيء حكوا بحب، حكوا بشغف، حكوا بفخر، مش تستحوا. لانه للاسف نحن النساء نخجل، نحن أنا بقول عدو المرأة الأساسي هي المرأة بحد ذاتها، لأنه هي بتخجل تعلي صوتها، هي بتخجل تقول. نحن جماعة كتير النساء كتير منفكر، we overthink we overanalyze، نحن بنعمل شيء كتير مهم بس بالنسبة لنا. هذه الظاهرة نسرين معروفة في قضية أنه الاختلاف بين في الراتب لدى الرجل والمرأة في الشركات، أحد أكبر الأمور أنه النساء يخافوا أنهم they negotiate salary تاعهم، الرجل ما يحشمش يقول لك أنا زيدني في الراتب لأني عارف روحي، لكن البنت تتردد تقول لك لو يعني لو I will negotiate more بلك إيه. صحيح صحيح. وهيدا انتبه، إذا بدك ترجع، إذا بنرجع للأساس، هيدا المشكل هي بالعائلة، cultural issue، هو مشكل اجتماعي، مشكل البيئة. لأنه وقت نحن ربيانين بمجتمع شرقي بيقول لك انه الرجال هو المسؤول عن كل شيء، صحيح مش هيك؟ صح. اذا بدك تتزوج الرجال هو مسؤول يجيب البيت، هو مسؤول عن العائله. طب هاي البنت اللي بدها تنشأ بهيدي البيئه شو بدها تقول؟ انا ما عندي مسؤوليات، انا اوكي ليه بدي اطلب؟ الرجال بيكون لا بده يطلب لانه عنده كثير مسؤوليات على كتافه، وكانه هي مسؤوليه. صح. مش ايه. للاسف، لانه نحن هيك مجتمعاتنا عم بيربوا معظم الناس. كنا بموضوع Girls Got IT، فهون انا بلشت اتعرف على كثير جمعيات وصرنا نكبر. فأنا هون فتت مثل ممبر أو عضو بالجمعية اللي هلأ أنا I'm leading it، Lebanese League for Women أو رابطة سيدات العمل في لبنان. وصرنا نتطوع بكتير مشاريع. وبتصير الحلو في شيء كتير مهم، الواحد إذا بده، إذا أنت بدك تعطي رسالة معينة أو إذا أنت بدك توصل رسالة معينة أو عندك هدف معين، شارك غيرك. المشاركة كتير مهمة، يعني مش انه انا عندي هذا المشروع بخبيه وما بدي حدا يعرف فيه وما بدي اشارك مع هذه الجمعيه او هذه المؤسسه. مهم هذا، مهم جدا، مهم جدا. شيرنج، وقت يقولوا شيرنج از كيرنج وشيرنج از جروث، وين يو شير يو جرو. صح. ولما تلتقي مع ناس لايك مايندد احيانا تكون عندك فكره تبدا تعمل فيها، ولكن تكون عندك ممكن بعض الافكار الخاطئه او الاسامبشنز اللي انت منطلق منهم هم صحيحه. لما تلتقي ناس عندهم خبره يصحوك من بدايه المسار، يقول لك لا الفكره هذه جميله ولكن ممكن راح يصير لك مشكل من هذه الناحيه لانه مش عارف، راح يكون عراقيل اداريه 100%. إيه مش الانسان هنا في مجتمعاتنا صح يكبرون عليك ما تحكيش ما تقولش، ربما يسرقوا لك فكرتك، ربما الحساد، ربما
كويس. أنا بقول اللي عنده أفكار حلوة ما بيخاف، حتى لو تنسرق الفكرة بيطلع بميت فكرة غيرها، وإذا انسرقت اللي حيسرقها ما حيعرف يطبقها مزبوط. فأنت شارك أفكارك، شارك أهدافك، لأنه يمكن أنت إذا بتحسب النسبة، النسبة أنه أنت تلاقي ناس تجتمع معهم على نفس الهدف أكبر بكتير من النسبة اللي تلاقي ناس يحاربوك أو أنه ياخدوا منك أفكارك. فهون بلشت اتطوع بكتير جمعيات وقربوا من الكمبيوتنج كمان، كنت انا بعدني بريزيدنت لها، عم نعمل كمان نشاطات بالبلد. هون صرت كمان من بعد ما انت ترجع من برنامج تك وومن، كمان في برنامج تاني اسمه تك جيرل، اللي هو لا تشجيع البنات اللي هو بالمدرسه انه تروح كمان على سيليكون فالي وتعمل مثل سمر، تعمل فصل دراسي بفيرجينيا تك يونيفرسيتي بامريكا لمده 3 اسابيع. فهون انت بس ترجع على البلد انت بتختار، بس ترجع من تجربة سيليكون فالي انه انا بدي ارجع خلص انه عشت تجربة 5 اسابيع وخلصت، ولا انا بدي كفي ومثل ما قلت انه ارجع شارك غيري. هون انا بلشت شجع البنات وساعدهم، البنات اللي هن بنروح على تجرز ونتشارك كمان مع التك وومن اللي هن قالوا معي، اللي هن تخرجوا من نفس البرنامج اللي انا فيه. وهون بيكبر عندك الناتورك لحاله، بيصير بيكبر بس انت تكون يعني عفوا بس انت تخلص شغلك، بدل ما انا بدي اروح ارتاح في البيت، لا انا بروح بحضر هذا الايفنت، لا انا بروح بتعرف على هول الناس. هيك انت بتكبر. اذا انت خلصت شغلك رجعت قاعد بالبيت ما عملت شيء، انت ما حتكبر انت وقاعد بالبيت. انت لازم تطحش، وخاصه بنت، بنت لازم تطحش ولازم تعمل دبل افورت او لازم تعمل ضرب اثنين، يعني مدوبل بده يكون الجهد اللي هي ما تعمله حتى توصل. صح. فهون انا صرت مثل تك وومن امباسادور او سفيره هذا البرنامج. عندك سؤال؟ لا، حبيت نسألك في قضية هذا البرامج اللي كونتوا فيها البنات هذو، هل عملتوا تراكينج اللي تشوفوا الأثر هذه التكوينات عليهم من بعد من ناحية سوق طبعًا. العمل أو من ناحية، هل عندكم قاعدة بيانات؟ طبعا. ممكن تشاركينا بعض أرقام؟ نحن كيف كفينا منها؟ تقول لك مثلا من بعد ما كل إيفنت بيطلع عنده، من مثلا بدك تقول من كل صف، إذا قلنا عن في 20 صف كان بهذا الإيفنت، لما في إيفنت كان يكونوا صغار، في ورشات عمل يكونوا كبار، في ورشات عمل يكون فيهم 500 بنت، في ورشات عمل يكون فيهم 100 بنت. بس نحن مننقي التوب، يعني أفضل 3 من كل صف. فنفترض إذا أنت بكل ورشة عمل طلع عندك كون أفرج شي 50 بنت، هو التوب. بعدين جمعناهم آخر شيء، طلعنا أنه نحن شو عملنا. نحن هلأ علمناهم وعطيناهم مثل awareness، وجهناهم أنه أنت شو يعني روبوت. أنا بدي أذكر لك بس كم testimonial أو كم كلمة قالتها كم بنت، أنا بعدهم مأثرين فيني لهلأ، ومثل ما بقوله يعني بتأثر كتير بس قولهم. في بنت طلعت على الستيج آخر شيء قالت أنه أنا بدي أتشكركم، أنا أول مرة بشوف كمبيوتر بالحقيقة، كنت شوفه بس على التلفزيون. واو. في بنت تانية طلعت شكرتنا، هاي كلنا فينا بتذكر على المسرح، طلعت قالت انه انا ما كنت بحياتي بحلم انه انا اقدر اكبس على شيء اسمه كيبورد، كنت شوفها بس على التلي. في حدا تالت قالت انه انا ما كنت بصدق انه انا حقدر برمج روبوت، انه الروبوت عادة للشباب، مع انا ربياني انه هيدي الاختصاصات مش لقلي، انه انا هلا قدرت ب5 ساعات قدرت برمج روبوت منا مصدقه. فهول الكلمات بتأثر فيه كتير. فنحن من بعد ما خلصنا هذا البرنامج قلنا منا مش إناف، مش كافي، قلنا هلأ هن يتعلموا شوي هول العلوم، خليهم هلأ يروحوا على العمل التطبيقي، يعرفوا على الأرض كيف الشغل بده يكون. فعملنا شيء اسمه Girls Day، هيدي كمان رابطة سيدات العمل بلبنان. شيء اسمه Girls Day، شو هو؟ إنه التوب الأفضل بنات اللي طلعوا من برنامج Girls Got IT كل سنة بيروحوا على الشرك، تعاملنا مع شرك بلبنان، شرك سيارات، شرك كمبيوتر، انترنت، بعتنا هول البنات يقضوا جوب شادوين، يعني يعملوا نهار كامل بالعمل. هون انت سكرت السايكل، صارت البنت بتعرف شو يعني ستيم، راحت اشتغلتهم للستيم، قالت انه انا اوكي اذا عرفت هذا الروبوت انا بكره حاشتغل بمجال العمل. وبتذكر عملنا الومناي كلوب، يعني تجمع او كلوب للخريجين تبع هذا البرامج اللي احنا عملنا 3 سنين، وعملنا وقتها بانل وقعدوا حكي، وقالت انه انا من ورا Girls Got IT انا فتت عملت كمبيوتر ساينس، انا لو ما Girls Got IT انا ما كنت بعرف شو يعني كمبيوتر ساينس، وانا هذا الشيء انا عشته كان سكرين، فانا كتير بصدقها. عرفت شو قصدي؟ هذا كان الهدف تبعنا. فباك تو ماي كارير او باك، نرجع لمسيرتي. فهون انا قلت لك بلشت انقرض بالمجتمع، فهون بلشت مثل انه الحمد لله يعني تنعرف انه سكرين ديب انه بنت انه بعالم التكنولوجيا وبتشجع غير نساء بعالم التكنولوجيا. فصرت روح على مؤتمرات، يدعوني ان دعا اني احكي بمؤتمرات لتشجيع النساء، احكي بمؤتمرات العلاقه بالكلاود كومبيوتينج، لانه كانت الريسيرش تبعيتي بالجامعه كلاود كومبيوتينج.
احكي بمؤتمرات، رحت اكثر من مره يعني على دبي، ابو ظبي، مغرب، امريكا، كندا، امريكا جزائر. اكثر من مره. الجزائر. هيدي ما لازم نحكيها بالبودكاست. لا عادي، احكي احكي، عندنا الشفافيه احنا. كنت كمان مدعوه احكي ببانل بالجزائر. اذا لا اقولهم اذا اذا راح يسمع ما ضبطت. لا أقولهم إذا راح السفير ولا القنصل الجزائري في لبنان يسمع في هذه الحلقة، يعني أعطوها الفيزا لله في سبيل الله، أعطوها الفيزا. الله الله تبهدش فينا. بتذكر 2018 أو 2017 دعيت أن أحكي بمؤتمر بالجزائر، بعد هلا الفيزا ما إجت. هي فقط للتوضيح للمستمعين الكرام، كنا حكينا على الأوف ريكورد مع نسرين، وذكرتنا أنها كانت تحب تزور الجزائر، وكل اللي يسمعوا فينا يعرفوا أنه الجزائر أيضا عندها صعوبة في الفيزا، فنسرين قدمت طلب للفيزا، واليوم من هذا لم تسمع خبرا من السفارة، فهذا هو هذا قالت ما نحكوهاش، خلينا نحكوها في الريكورد حتى يعرف كل المستمعين يعني اللي حصل. يعني أنا خسرت أني روح على الجزائر، بس الحمد لله هلأ تعود بالقليل الصوت اللي أنا عم بوصله بلبنان وبرات لبنان عم بيوصل للجزائر عبر هذا البودكاست. هيدا بالنهاية كان الهدف يعني، وطبعا غير انه نشوف الجزائر وشعبها الحلو، ايه للأسف يعني. لكن ان شاء الله بعد ما تستقر الأوضاع في مع الجائحة جينا الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فصرت روح على كثير بلدان بالعالم الحمد لله، انطلب انه احكي بمؤتمرات لتشجيع المرأة بعالم التكنولوجيا، انطلب انه شارك تجربتي الخاصة، فصرت هون مثل تك وومن تك جيرلز، كمان امباسادر مع اليو اس ديبارتمنت اوف ستيت او سفيره هول البرامج، كمان بروح على افتتاحيه البرامج او على اختتامها، وغير مؤتمرات بكل العالم لحد ما بنفس الوقت هذا كل الشغل اللي كنت عم بعمله تطوع، بيور تطوع. يعني انا كنت اوقات باخد عطل من شغلي على حسابي الخاص، تكلفه من جيبتي الخاصه، لان انا مآمنه بشيء، مآمنه انه هذا الشيء القليل اللي عم بيطلع مني يمكن يعمل أثر كبير عند غيري وبيغير بحياة الآخرين. وأنا كنت امبارلل يعني بالمقابل. نصيحتك نسرين لو سمحتي، نصيحتك للطلاب والطالبات والشباب والشابات يعني على التطوع، مجال التطوع خصوصا في مجال التكنولوجيا، ودور كل هذه النشاطات في تكوينهم، يعني أنت بهذا التطوع حتى أنت تكونت، يعني كان عندك تكوين في أنه هذا التطوع وهذا التعليم وهذا التدريب اللي قمت به للشباب كونك أيضا وأعطالك مهارات جديدة ما كانت عندك قبل ما تقومي بهذا التطوع، صح؟ طبعا 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 طبعا، هيدي بقولة ألف مرة، hard work always will pay off. الجهد اللي بتعمله مش الجهد اللي بتقبض حقه مصاري، أبدا في فرق. وقت أنت تكون عم تشتغل مشان تقبض المعاش آخر الشهر، أنت عم تشتغل تتطور حالك، وبالنهاية في مردود عم بيجيك آخر الشهر، صح أم خطأ؟ صح. بس الشغل اللي أنت عم تعمله تطوع، اللي أنت عم تعمله تطوع، هيدا أنت بس المقابل الوحيد اللي أنت ناطره أنك ترسم بس مع وش حدا، أو أنه أنت تكون سعادة حدا. فهيدا الفاليو تبعه أو قيمته صدقني أغلى بكتير من قيمة المعاش أو من قيمة المعاش اللي أنت عم تقبضه آخر الشهر. أنا من أنا وصغيرة بتطوع بمؤسسات، وكنت كشافة لمدة 6-7 سنين، كمان كشافة كثير بياخد من وقتك، كنا في مخيمات ما ننام فيها، هيدا كله كان تطوع. ليه؟ لأنه نحن البلدين كيف تكبر، كيف تنمو، مش بدك تنطر أنت حاكم ينمي لك بلدك، هو مسؤوليته طبعا يشتغل على بلدك، بس أنتو كشعب لازم يكون إيد واحدة، لازم تساعد شعبك، لازم تساعد. فهيدا المساعدة والتطوع أول شيء قيمتها جدا غالية، المردود جدا غالي. انا هادي انا حافظتها، بادن باول المؤسسه الكشفيه بالعالم بيقول انه يعني حاجات الترجمه بالعربي، انه ما في سعاده، يعني السعاده تكمن انك تعطيها للاخرين. وفعلا صح. فانا بشجع كل الشباب ومن عمر صغير جدا جدا جدا، وانا مش بس الشباب، بدي احكي شيء كثير مهم، انا بشجع الامهات والاباء، إذا في حدا بده يسمع هذه الرسالة هو أم أو أب، ما يخاف أنه يخلي بنته أو ابنه يشترك تطوع بكشفية أو بالصليب الأحمر أو ما بعرف بأي مؤسسة، يعني الصليب الأحمر اللي إحنا بيشتركوا فيها. فأي شيء تطوع لو ما في داعي يحبوها الأهل أو يخافوا عليهم، أنه لا أنت شو حتستفيد، اللي حيستفيده بعيد كتير عن استفادة مادية، وأهم بكتير بكتير، بتطور له شخصيته، بتطور له كيف يتعامل مع العالم، بتطور له كيف يقف يواجه اي مشكله، هو يكون مسؤول، بيكون هو في مين مسؤول عنه وهو مسؤول عن غيره.
بتنمي الشخصية جدا، بتنمي طريقة التعامل، طريقة الحكي مع العالم، بتقبل الآخرين. وقت أنت تتطوع مش بمحيط شغلك، بمحيط كتير كبير، أنت بتقبل، بتصير تتقبل الآخرين. وقت أنت تسافر، تروح على بلدان، تعاشر جنسيات، تعيش مع ناس آخرين، وتزيد ثقتك بنفسك، حتى أنت تتكلم مع ناس ما تعرفهمش تزيد ثقتك بنفسك. طبعا طبعا. أنا يا حطيت بمواقف يعني هلا أنا عم بحكي من بعد قد إيه، مثلا 15 سنة 13 سنة، أيام حطيت بمواقف ما أعرف كيف بدي أتصرف. أوكي أول مرة ما أعرف كيف بدي أتصرف، مش أرجع على بيتي زعلانة، خلص خلصت، ما عرفت كيف اتصرف، هلا مرتي جاي بتعلم. وهيك بيتطور الانسان، تقبل انه انت غلطت، تقبل انه انت عملت هفوه مش غلطه، هفوه انت عملت هفوه بهذا المحل، بس تعلم منه، مش تروح خلص ديفاب يعني تستسلم وتقول انا خلص انا فشلت. ما في شيء اسمه فشل بالحياه ابدا. فالتطوع جدا 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 مهم. انا عم اقول لك انا تطوعت لمده تقريبا 9 سنين، ما كان في مردود، كنت انا بدفع مني وأوقات يعني ومن تعبي ومن طاقتي ومن وقتي، لأنه مع الوقت أنت رح تكتشف أن الوقت ثمين، ثمين جدا لإلك، طاقتك جدا ثمينة، وبتتعلم أنك تحطها بالمحل الصح. أول شيء أنا بعترف أني كنت عم حط طاقتي ومجهودي وتعبي ووقتي بكتير محلات، بمحلات ما يجيني مردود، مش مردود مادي طبعا عم نحكي، ما يجيني مردود يمكن ما اوصل للهدف اللي انا كنت بدي، بس مش غلط، ما بتروح ديعان، بتكون انت اشتغلت على حالك وتتعلم منها للمره الجايه. فطبعا تطوع عند الشباب ومن اصغر عمر، بتذكر انا بالكشفيه كان عمر عمرهم 4 سنين، من هنا عمرهم 4 سنين كان يفوت على الكشفيه، بتعلمهم الاسس، مهم جدا مهم هذا، جدا جدا. وبكفي معك روح التطوع لتكبر، بكفي معك إذا أنت قاعد، لو أنت مدير بقلب شركة، عندك حدا بده مدير ممكن منافس لإلك، عندك حدا بده مساعدة بتساعده، لأنه أنت بدك تكون واثق من حالك، ما حدا بياخد محل حدا، كل إنسان مميز صح. بمحل معين، ما حدا حياخد محل حدا، وإذا أنت شاطر وذكي ما حدا بياخد محلك. فبخلال هدول 9 سنين إذا بدي أقول اللي كنت عم عملت، أنا بعد بشتغل كمان دوام كامل بالأمأسي، هون كنت أنا بشتغل بطور الاي تي سي. نعم فايه كنت بس انه عم تابع شغلي بعالم تكنولوجيا، بس انا كنت محظوظه انه اشتغلت بشركه بزنس وبالاي تي ديبارتمنت بشركه بزنس، فهون بتبلش انت بتتعلم بزنس سكيلز، يعني بتتعلم يعني بتتعلم سكيل غير الاي تي، لانه في كتير ناس مثلا يمكن بتفوت بدومين الاي تي بتبعد شوي عن الكوميونيكيشن او البزنس سكيلز. هون انا دايما بشجع انه اعملوا شيء انتوا برا، برا كمان الاي تي او مع الاي تي ان بارل، حتى انتم ما توصلوا لمرحله انا بس بعرف اتعامل مع كمبيوتر، لا بدكم تتعاملوا مع كمبيوتر ومع ناس، اهم شيء التعامل مع الناس، هذا اللي بيوصلك. هذا اصلا بكل الشركات العالميه لو ما بيعرفوا يتعاملوا مع بعض ما كانوا بيجيبوا ديل، صح ولا لا؟ كيف بيجيبوا ربح؟ كيف بيجيبوا مشاريع؟ بالكوميونيكيشن. ايه نعم، كان بدك تسالني شيء. كان عندي سؤال فيما يخص التوفيق بين العمل التطوعي والعمل اللي كنت فيه دوامك، كان عندك تعارض نظن كان بين كتير صعب، الوقت الشخصي اللي هو كان ما كتير صعب. كيف كنت تدير؟ يعني هل في نصائح تقدميها للناس اللي يحبوا يعملوا عمل تطوعي مع العمل تاعهم؟ خليني أقول لك شيء، أنا بالنسبة لي كان كتير صعب، وأنا هون بتشكر عن جد كل الشركة اللي أنا اشتركت فيها كانوا يؤمنوا بالشيء اللي أنا عم بعمله، فكانوا شوي سهلوا لي الموضوع ويقبلوا معي. يعني أنا بذكر وقت جيت بدي أعمل، بدي روح حتى من 40 نهار 40 يوم أنا بدي أغيب من شغلي، من شغلي كان إلي سنة أنا مبلشي فيه، لا عفوا بلا كان إلي سنة تقريبا سنة وشهرين مبلشي بالشغل الجديد أو سنة ونص وبدي أترك. كنت أنا مسؤولة بالآي تي ديبارتمنت، فكانت صعبة أن أقنع مديري أنه لو سمحت أعطيني 40 يوم إجازة، وأنا بجرب تابع العمل في فرق توقيت. بس برجع بقول طريقة أنك تحكي مع الشخص وتكون عندك هدف معين، هو لازم يحس بالشغف اللي أنت عندك إيه، لازم انت تآمن بحالك وتآمن بالشيء اللي انت بطلبك للموضوع تهو يقدر يآمن فيه. اذا ما وصله هيدا الايمان وهيدا الشغف منه حيقبل معك. كانت كتير صعبة، يعني اكتر ما بتخيل، انا كنت خلص دوام عمل وكنت ارجع بعد الظهر وبالليل اعمل دوام تاني اللي هو دوام تطوعي. في بعض الاحيان كنت اوقات انا عم بقول لك اخد عطل على حسابي من دوام العمل، بس كان العمل عندي هي اساس، يعني انا ما كنت اقصر بشغلي. اذا اقصر اول نهار مثلا اضطر ان غيب اول نهار انا ارجع عود. انا بتذكر في بسنة 2016 اذا ماني غلطانة اخر 2016 كنت مستني مشروع كتير مهم بالشركة اللي انا فيها، وكان في كتير ضغط ومشروع لمدة 6 شهور، كنت انا وقت ابقى بالشركة للساعة 12 بالليل. فبنفس الوقت اجاني انه اندعيت اني احضر مؤتمر كتير مهم بامريكا،
Grace Hopper Celebration GHC. هذا مؤتمر بيجمع جميع رائدين الأعمال والتكنولوجيا من كل جميع أنحاء العالم. فأنا بتذكر كنت بدبي، فأنا رحت يعني كان عندي أسبوع، يعني كان عندي تدريب بدبي مشان مشروع الشغل أوكي اللي أنا بشتغل فيه، وكان بعدين بدي أرجع على لبنان أقعد أسبوع، أرجع بعدين روح على دبي أسبوع تاني أو 10 أيام تاني. فأنا هيدا الأسبوع اللي بدل ما أجي فيه على لبنان أنا يمكن بدي أرتاح من أول تريننج تاني تريننج، أنا رحت من دبي دغري على أمريكا. وشو كنت عم بعمل هوني؟ كنت عم تابع الشغل لأنه كان عندي مشروع كتير مهم. فهون بده يجي، ما حكذب عليه، لا منا لافي أون رود، منه شي هين، إجا حساب تعبي، إجا حساب طاقتي، يعني طاقتك تستنزف أحيانا. بس الواحد بده يكون شوي أجان، بده يآمن إنه هو بس يتعب حيلقى. فأنا كنت دائما أحط الهدف قدامي، ما بيأثر، بيتحمل الواحد شوي، وما كنت أثر بولا محل. يعني التطوع كان عندي إياه أساس، والشغل اللي أنا كنت بشتغله كان عندي إياه أساس. فهون أنت يمكن أول مرة بتأثر، أول مرة ما بدي أقول تفشل، بس أنه بتغلط شوي بحساباتك للأمور لوقتك. بس ما تخلي إذا أول مرة أنت ما ضبطت معك ما حسبتها يخليك تتخلى عن أي واحدة منهم. لا، ولا مرة تخليت، ولا مرة قلت أنه خلص. مع أنه أنا كنت كتير أسمع، أنا يعني قديه كنت اسمع زبير أنطاها، قديه كنت اسمع من الناس اقراب حوالي نسرين عيشي حياتك. هيد الجملة أنا دليت اسمعها شي 4-5 سنين، نسرين عيشي حياتك. قل لهم شو يعني؟ أنا قل لهم هيك يناقشهم، يقولوا لي أنه روحي. متذكر كنت عم بحكي مع حدا يعني كونسلتن، رحت مرة لعنده عم بقول له أنه كان في فترة يمكن شهرين ثلاثة عندي روتين. قلت له أنه عندي روتين. قال لي أنه حياة الإنسان 24 ساعة، 8 ساعات عمل، 8 ساعات نوم، 8 ساعات رفاهية، أو هو يعمل هو شيء بحبه. أنت عم بتحارجي حالك وعم بتخانقي حالك ليش بتمين ساعات اللي لازم ترتاحي فيهم مالك عم ترتاحي بدك تشتغلي. قال له إيه ما بقدر، ما بقدر، يعني ما بقدر على الروتين. صح، هي كان ليها العمل عنده راحة، كان لما يكون شغوف بحاجة لما أنا تصرى لي في أمور اللي يكون نحب نعملها هذه راحتك أنت، هونيكي راحتك. فبرجع بقول التطوع شيء كتير مهم، مسيرتك بالعمل شيء كتير مهم، وبتقدر تنسق، بتقدر توفق بين الاثنين. إذا عندك هدف وحاطه قدامك أنت بتقدر توفق بين الاثنين. فلحد ما من بعد 9 سنين بالآي تي، وأكثر من 9 سنين بالآي تي أكتشلي، تقريبا شي 12 سنة تقريبا أو 13 سنة بعالم التكنولوجيا. هون أنا قلت لك من وراء التطوع كتير اللي كنت أعمله، مثل ما قلت لك أنه صارت العالم الحمد لله شوية بدي أقول بلبنان أو برات لبنان صاروا مؤمنين أن المسلمين رائدة بمجال التكنولوجيا ومساعدة غير نساء بعالم التكنولوجيا. فأنا منبر برابطة سيدات العمل بلبنان. أو بدي أذكر بعد شغلة كمان، هيدي كتير مهم موضوع التطوع. من بعد ما رجعت من تكوين تعطيك الـ US Department of State فرصة أنك أنت تقدم على مشروع وتاخد فند صغير وتطبق هذا المشروع بلبنان. فأنا بتذكر لمدة سنة عم بشتغل بمشروع بلا مقابل، ربحت أنا فند، قدمت أنا وصديقتي بروبوزل. وهون نرجع لموضوع التطوع ولموضوع أنك أنت تحافظ على علاقاتك خلال مسيرتك. كتير مهم أنك تحافظ على العلاقات الجيدة خلال مسيرتك. أنا قلت لك ببرنامج تكوين في ناس من جميع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صح؟ فوقت رجعنا ب 2016 قدمت على مشروع للسفارة الأمريكية للـ US Department of State. أنا وصديقتي اللي هي تكوين من الأردن ضلينا محافظين على علاقاتنا، قدمنا مشروع مشترك وربحنا. هذا المشروع كان هدفه يعلم 500 تلميذ شاب وبنت من عمر 8 سنين لـ10 سنين بروجرامينج كودينج. وهذا الشيء it was booming بلبنان. يعني كان شيء جديد إنه ما في كتير مدارس عم تعطي كودينج لحد عمره 8 سنين. دليتني سنة اشتغل أنا وصديقتي الثالثة بهذا المشروع بيور تطوع من وقتي. والفرحة اللي كانت ما كانت ساعتني إنه 10 مدارس اشتركوا معنا بهذا البرنامج وربحناه للفند من السفارة وطبقناه بلبنان. علمنا 500 طالب كودينج. فبالكلوزينج سيرموني أو بالاحتفالية بالاختتام المشروع وعم نحتفل بالنجاحات، بيطلعوا التلاميذ الصغار على المسرح بيقدموا هني شو عملوا. صراحة برافو. بس فيني أوصف لكم إنه بنت عمرها 8 سنين طلعت على المسرح قدام 500 شخص في ممثلين من السفارة الأمريكية، فرجتنا إنه هي كانت بميت لاينز أوف كود، 100 سطر كود بيعمل لعبة من شان هي، لأنه إما أو حدا بالأهل عندهم شيء سكري، عندهم مرض
يعني بالسكري ما بيحافظوا على أكلهم الهيلثي فود أو الأكل الصحي. فعملت هي موبايل أبليكيشن من شان إذا الواحد هو صغير بس يلعب يعرف يفرق بين الأكل الصحي والأكل مش صحي. في حدا تاني طلع على المسرح عمل جيم كيف إنه كيف بتساعد الواحد الأعمى إذا بده يقطع الطريق كيف بتدله وغير 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 أفكار. والحلو إنه 70% من الرابحين لأنه نقينا نحنا نقينا 10 طلاب رابحين 70% كانوا بنات. فأنا فرحتي ما كانت ساعتني وهذا كله كان تطوع. حتى بجائحة كورونا مش إجت جائحة كورونا قعدنا بالبيت أنا ورفيق كمان هي التكوين وصرنا رفقة من لبنان مثل ما بقولوا باللبنان نحن بنقول حصنا حصنا يعني هيك خلص إنه روتين وقعدة بالبيت وما بنقدر يعني أنا وياها كتير أكتر. قدمنا كمان على مشروع مع السفارة وربحنا فيرتشول طالما كل الدنيا قلبت فيرتشول وأونلاين صح ولا لا. عملنا شيء اسمه فيرتشول تيم فيلم كلاب وكمان في كان عندنا ناس من الجزائر. هيدا الشيء بيوعي الشباب اللبناني وكمان يعني دعينا ناس من برات لبنان على الستيم. بس كيف لقينا انه هلا الشباب والصبايا شو عم بيعملوا بالبيت؟ يا عم بيحضروا نتفليكس يا عم بيحضروا موفي صح ولا لا؟ يا عم بيلعبوا جيمين صح ولا لا يا شباب؟ مش هيك عم بيعملوا كانوا بهالسنتين؟ فقلنا بنخليهم يتعرفوا صح. على الستيم من موفي. فصرنا نجيب موفي من اليو اس ديبارتمنت اوف ستيت عن الاي تي عن الموبايل اب عن الاي اي ارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي عن الداتا ساينس على علوم البيانات. بس نجيبه بموفي بفيلم قصير مشوق ومسلي وبنجيب سبيكر حدا يجي يحكي ياثر فيه ياثر فيهم وبنفتح كنا الديسكشن. والمشروع صدقني بلش بنحس هيك عم نتواصل مع حدا من السفاره انا ورفيقتي وقال وكبر المشروع وصار مشروع لمده سنه. تخيل أنه لمدة سنة أنا ورفيقتي عم نشتغل بهذا المشروع. آخر شيء عملوا مشاريع يعني البست أوف هن اللي اشتركوا معنا الشباب والصبايا عملوا آخر شيء مشاريع وقدموهم أونلاين. يعني قدرنا نأثر بخمسين شخص طيب فاين خمسين شخص واي نوت يعني. فلحد ما صراحة أخذ قرار أنه فتحت لي فرصة إذا بدك تقول أنه رابطة سيدات العمل بلبنان طلبوا مديرة تنفيذية أو مدير تنفيذي للجمعية أو للمؤسسة وأنا قدمت وانقبلت. وهلأ إلي تقريباً سنة وشهرين ما يعني ما فيني أوصف كمية المعلومات وكمية التقدم اللي صار أو الشفت الأول إنكريس اللي صار بالكارير. لأنه كتير نشتغل على مشاريع كتير نشتغل على مشاريع لتشجيع النساء النساء بالبزنس النساء الانتربرنورز النساء اللي عندها فكرة النساء بالآي تي على جميع المستويات الصبايا الشباب الأولاد الصغار الناس اللي هي فلت من المدرسة اللاجئين السوريين بالبلد. وهلأ اللي تقريباً سنة وشهرين مديرة هذه المؤسسة it's an amazing experience. شكراً جزيلاً نسين صراحةً على مشاركة هذه التجربة اللي هي مشجعة وأيضاً أنا في رأيي حتى أعطيتنا أفكار على كيف يمكن الواحد أنه ممكن الفكرة تظهر له صغيرة ولا ما فيها تأثير ولكن بعدين بعد ما يشوف الأثر على ممكن 50 أو 30 أو 40 شاب وشاب راح تتبدل نظرته لعملية التطوع. وكانت عندنا تجربة في وقت الكورونا يعني في بداية الجائحة كنا احنا كان زبير يعني اعلن قال هيا نعملوا شيء للجزائر باش نعاونوا به الجزائر. صراحة بدينا فريق صغير وبعدين مشات الامور وكبر الفريق. فالواحد ما يحقرش المبادرات ما حتى ايه ممكن نحن كانت السفاره الامريكيه بالجزائر هي شريكتنا كمان. نسيت اول شيء بلش بس لبنان بعدين صارت السفاره الامريكيه بالجزائر مع السفاره الامريكيه ببيروت صار مشروع مشترك. السفاره الامريكيه بالجزائر ناشطه ياسر يعني. والحاجه اللي تغيظك انه علاه ننتظروا حتى تجينا سفاره دوله اجنبيه وتقوم بهذه المبادرات؟ علاه مش السفاره الجزائريه في الجزائر والسفاره اللبنانيه في لبنان هي اللي تقوم بهذه المبادره؟ هذا الشيء المؤسف لما تكون صح نشوفه من نجم كيما نقولوا نشوفوا برايت سايد اوف ات انه الشباب والشابات يستفيدوا برامج ولكن الى متى انا ما تجينا بس انا بدي اقول لك شغله. اذا بدك تفكر بالكره الارضيه بصوره واحده كيف نحن عم نفكر عن نطاق بلد؟ إنه الشركات اللي بلبنان تنفترض الشركات اللبنانية اللي هي واصلة بلبنان تدعم الشركات الصغيرة أو تدعم الشباب اللبناني صح؟ نحن هون فكرنا نطاق بلد. طب خلينا نفكر نطاق العالم. الشركات العالمية اللي ببلد معين اللي قادرة تساعد غير بلبنان ما مش غلط. هو معك حق اللي أنت عم تقوله بس مش غلط أبدا إذا أنت بدك تطلع بالعالم بصورة واحدة. بس بدك تجزي أنا برأيي لازم الفكرتين يكونوا موجودين. يعني اللبناني بده يساعدوا لبنان اللبناني بيساعدوا بعض الجزائري بيساعدوا بعض اللبناني بيساعدوا الجزائر
ما في حدود، بس انت بدك تساعد او بس بدك تدعم. هي صح، وهي ثاني دائما لازم بعض يمكن انه نعتمد على المبادرات الفرديه مثل مبادراتك مثلا او العمل، ولكن هذا مش كافي. لنهوض باي دوله، لنهوض باي دوله لازم تكون كاينه مؤسسات وهيئات اللي تعمل برامج على يعني الشورت تيرم ميد تيرم لونج تيرم، ويكون فيها تمويل، لانه حتى الناس اللي قال مثالك عملتي تطوعيا ولكن الى درجه ما مش راح تتفرغ لهذاك العمل اللي راح يعودك فيه باشن، ما بتكبر اذا صحيت. ما دعم معين ما بتكبر، يعني بتضل على لور سكيل. صحيتي، تو تيك كما نقولوا هنا تو سكيل اب، لازم تمويل، لازم هيئات، لازم دعم، وهذه ان شاء الله نتمنوها انها تكون. كان عندي سؤال نسرين على الوضع في لبنان، يعني ما يمكن نحكم مع لبنانية اللي عايشة في لبنان منذ زمان وما نحكوا على لبنان، لو ممكن تعرجين على للمستمعين حتى يفهموا الوضع حاليا في لبنان، الأزمة الاقتصادية، وبعدين نعرجوا على كيف اللبنانيين يتعاونوا بين مع بعضهم يعني، وبين اللبنانية الداخل والخارج. حتى ما أكون متشائمة وحتى ما أكون نيجاتيف، لأنه أنت هلأ طرقت الموضوع جدا حساس، الموضوع جدا بمسنا كلنا كلبنانية. لا، أعطينا يعني الحقيقة بعيونك يعني. طبعا اللي عم تحكي معك هلا هذا اللي جايب لك، انا حاعطيك اياه بعيوني انا كنسرين. انا بنت كثير متفائله، انا عم بحكيك مع ضحكه مع ابتسامه. انا كثير قليل بفوتوا بلاقوني بالشغل عيب الا اذا كنت معصبه او شيء معصبني بالشغل، بس اللي موقف لبنان بعده لهلا اجري حتى لو عم بيعرج شوي هي تفاؤل اللبنانيه وحبهم لبعض ومساعدتهم لبعض وابتسامتهم الدائمه. وفعلا ماني عم بمزح، لانه نحن وي ار سيرفايفرز. الوضع بلبنان منه هين، يعني فجأة أنت من بعد ما كنت عايش وهم وحروب أصلاً لمدة 30 سنة، ووهم أنه أنت الليرة عندك بخير والليرة أنت ماشي حالك وضعك الفاينانشل أو وضعك المادي، فجأة من أيام الثورة مرق أحداث أمنية، مرق أحداث بعد لهلأ طبعاً موضوع الليرة اللي هو الأحداث المادية. كلنا آمنا أنه نحن يمكن بالثورة اللي صارت حنغير شيء بالبلد. هلا انا ما بدي اكون متشائمه مثل الناس بيقولوا لك هيدي الثوره ما عملت شيء. انا قلت لهم انا ماني نازله على الطريق وقت انا نزلت على الثوره تغير بلد او تنزل حاكم على الارض، انا نزلت تغير شعب، وانا هيدا اللي اكتشفته. لانه يا طه وزبير حتى ما انت مش بتعيط لكم اوكي، لانه انا من الناس اللي نزلت على ايام الثوره، قعدت كثير وقت على الارض مع الناس. أنا وقت طلعت من الشارع بأيام الثورة بس لأنه صار يصير يعني بتذكر مرة أوصوا علينا فهربنا، فنحن كنا عم نهرب لأنه كانت حياتنا بخطر. أنا بقول لهم هلأ من بعد إذا بتطلع هيك تقريبا إلى الثورة سنتين، يمكن الثورة ما أسقطت الحكام بس هي كتير بالعالم، هي صار اللي كان اللي ما كان عنده الجرأة يقول أنا زعيمي فاسد صار عنده الجرأة يقول أنا زعيمي فاسد. صارت العالم تشد على بعضها، صارت العالم تحب بعضها، صارت العالم تساعد بعضها. من أين نحن كنا نسمع شيء اسمه لبنيز دياسبورا؟ ما كنا نسمعه. من بعد الأزمة صار في شيء اسمه لبنيز دياسبورا، يعني اللبنيز اللبنانية اللي هن مختربين وعايشين برات البلد كيف عم بيدعموا اللبنانية اللي بقلب البلد. ما كانت هينة أبدا هالسنتين وبعدها لهلأ منها هينة، بس برجع بقول في شيء اسمه سوشيال سوليداريتي، هيدا التكافؤ والتكافل الاجتماعي، هيدا هو اللي لازم نعمله نحن بلبنان. وهيدا بقوله أنا دايما، يعني حتى مش بقوله على صعيد بلد على صعيد مؤسسة على صعيد أفراد على صعيد عائلات، أنه لازم نحن نساعد بعض. الشركات الكبيرة تساعد الشركات الصغيرة، الأستاذ يساعد تلميذه. فما كانت هاي يعني ما بعرف كيف أوصف لك إياها. وإجت جائحة كورونا، يعني كورونا تأذت كل العالم، فكيف أنت عندك ببلد أصلاً كان مقفلس أمنياً، مقفلس مادياً، مقفلس طبيبياً، مقفلس يعني من نار من جهات بلد مقفلس، كان واصل لقمة الحديد، وإجت كورونا فزادت هذا الوضع. هلأ إذا بتقلي شو أثرها، أعطيتك يمكن الأثار شوية الإيجابية، أن العالم تساعد بعضها، العالم توقف جنب بعضها، العالم شوي كمان تحس أنه تبلان أكتر للمستقبل، لأنه نحن كنا عايشين ببلد الليرة عنا كانت كتير منيحة بالنسبة للدولار. يعني أنا بتذكر وقت سافر ما عرف أم غير بلدان كانوا هني يعطلوا هم إذا بدهم يصرفوا دولار برات لبنان برات بلدهم عفوا بالعملة اللي بيتعاملوا فيها بالدولار وبين عملتهم بالبلد. بس نحن بلبنان كانت كتير بالنسبة لنا ماشي إنه يعني 1.5 يعني ماشي
يعني انت الدولار بالنسبه لي 1.5 اللي هو ماشي. فهذا الشيء كمان خلى كثير ناس انه ما ترتب اولوياتها اليوميه بطريقه معينه، وانا منهم. انا ما عم بحكي انا منهم، هيدي الازمه كثير علمتنا نرتب اولوياتنا، اولوياتنا بالحياه، اولوياتنا الماديه. وجائحه كورونا كل العالم خلتها تعرف قيمه اشياء بسيطه نحن في ايدينا، قيمه اني انا اشرب فنجان قهوه يمكن ما بعرف بكافيه بسيطه على راس الشارع، هيدي نحن كنا في ايدينا. فنحن المشاكل اللي صارت على لبنان خلتنا شوي نعرف قيمه الامور ونعرف شوي نخطط لمستقبل، لانه نحن للاسف ببلد ما عاش حياه مرتاح، من حرب لحرب من حرب لحرب. الشغله اللي ما حكذب وما بتنخفى على الكل، اكيد الشباب اللبناني ديبرسيون، يعني ما حكذب عليه، معظم الشباب اللبناني بلاقيه كثير مكتئب فاقد الامل، معظم الشباب اللبناني بده يفيل من البلد. واللي عم بيقهرني اكثر، انا كان عندي شغل كان عندي سفره على دبي من فتره، كنت عم شوف لبنانيين عم بفلوا على الخليج وعلى غير بلدان على معاشات جدا زهيده جدا زهيده، بس خلص بدهم يفلوا، هن بدهم يروحوا يعيشوا ببلد بالقليله امن، بالقليله مش باي لحظه بموت بانفجار، مش باي لحظه بموت بصاروخ، مش باي لحظه بموت ما بعرف بمشاكل على الطرقات، بمشكل اثنين عم بيقوصوا بعض. فللاسف هلا وضع يعني هلا تحسننا شوي عن قبل، فيني اقول تحسننا شوي عن قبل، لانه شوي صرنا انه خلص هيدي الازمه موجوده، صارت كل الشركات كل المؤسسات ما تتاقلم معها. قبل كنا بعدنا عم نكتشف، يعني طه كنا بعدنا ما عم نعرف الازمه لوين رايحه، هتخلص بعد شهرين بعد ثلاثه. فالشركات ما كانت عم بتضبط حساباتها مزبوط، ما كانت عم تعرف شو بدها تقبض معاشات اخر الشهر للموظفين. هلا انعرفت للاسف انه نحن بمأزق والمأزق مطول، فلازم كل شيء يرجع يترجلش. هلا الشيء المنيح واللي انا جدا فخوره فيه وبضلني فخوره فيه كل العمر، نحن الشباب اللبناني عندنا طاقات وعندنا ابداع لا حدود لها، وبعتقد كل البلدان العربيه والبلدان الاجنبيه بتحسب معنا. نحن بلبنان وبعترف وبقول على راس السطح، نحن جماعه مميزين، اذا درسنا مميزين بدراستنا، بالعمل نحن مميزين. اهم المراكز اللي ماخدينا باهم شركات بالعالم العربي والعالم اجمع من كثير منهم لبنانيين. فهيدا الشيء بيستقطب العالم اللي برا انه تعطي مشاريع للبنان، تسلم بعض الشركات اللبنانيه، وهذا الشيء بيضخ على البلد فريش دولار، يعني بيضخ العمله الامريكيه اللي هي انفقدت او دهورت كثير قبل العمله الامريكيه. وشغله ثانيه انه نحن من زمان لبنان فيه كثير مختربين، معروفه انه بس عم لك عاش كثير حروب، في كثير ناس تهجرت اوفر ذا ييرز يعني خلال السنوات. فهذا الشيء انه كل عائله تقريبا بلبنان فيها مخترب، فهذا كمان المخترب عم بيقدر يساعد اهله ويساندهم بالمصاري يعني ماديا. بس للاسف جانب اخر انا عم بلاقيه وهيدا كثير بأسف عليه، لانه مثلا في عائله تنفترض فيها ثلاث مختربين برات البلد، واللي موجودين بقلب البلد معاشاتهم صارت جدا زهيده، عن جد ما بتعمل شيء. فشو صاروا عم بيعملوا للاسف؟ عم بيتخلوا عن طموحاتهم، عم بيتخلوا عن اشغالهم، ما عم بيفكروا انه انا هنا وين الكارير باث تبعي. عم بيقعدوا بالبيت وبينطروا انه خيهم او امهم او بيهم يبعثوا لهم من برا مصاري، بقول لك انه انا بدي اشتغل شهر بحاله كرمال اقبض بقيمه $100 او $200، لا ما انا بقعد بالبيت ما بعمل شيء، بحولوا لي هم من برا. وهيدي انا كثير بدي ضوع عليها، لانه هذا الشيء كثير بزعلني، لانه انت عم تخسر ايام من حياتك انه انت ما عم تعطي، انت ما عم تشتغل، انت ما عم تتعلم. حتى لو الشغل منه هين هالفتره وكثير صعبه انه انا تشتغل مقابل مدخول جدا زهيد، بس انت ما تطلع بالمدخول، هذا اللي كنا عم نحكي، طلع انت شو عم تشتغل على حالك، انه انت تابع شغلك، انت طور حالك، اشتغله واشتغل شيء ان بارلل او بالمقابل. في شغله بعد بدي اقولها مو عارف اذا نسيتها، بس بمبدا هيدا هو الوضع الحالي. وبعد في شغله انا بدي احكيك عن حالي، نحن وصلنا لمرحله بالصيفيه، نحن هلا شفتوا انتم مشكله الكهرباء، تقدرنا ننظم هذا البودكاست، تقدرنا نلاقي كونتينوس الكتريستي لمده ساعتين تنفترض. فمشكلة الكهرباء، مشكلة البنزين، مشكلة الفيول، ما قدرنا نمشي بسياراتنا. أنا بتذكر مرق علي 3 أشهر أنا وهلأ بالـLWB، أنا كل يوم بوع الصبح الساعة 7 على واتساب من التيم عندي من فريق العمل، أنا ما قادرة أوصل، أنا ناطرة 4 ساعات عم حطة البنزين، وأنا كنت أنزل أنطر 4 ساعات عم حطة البنزين تقدر عبي سيارتي تروح على العمل. يعني أنا ما مشكلة عبي سيارتي تأضحى. نحن وصلنا لمرحلة إنه عندك 7 أيام بالأسبوع بتعبي سيارتك
بالبنزين ما فيك تظهر برات البيت إلا على شغلك. فهون كمان كانت تتطلب من مدراء الأعمال ومن مدراء الشركات يعطوا شوية فلكسبيليتي، يعني يحسوا شوي باللي عم بيواجهه المواطن، وهيدي للأسف ما كتير شركات حسبها. كان عندي سؤالين في هذا الأمر. بحكم تجربتك في MSC، يعني في Supply Chain Company، في رأيك تأثير هذا اليوم، تأثير الجائحة على Supply Chain في العالم عموما وعلى لبنان في الخصوص، اوكي، انا I have a lot to say. وأيضا ونخليك تتكلم إن شاء الله، وأيضا كيف تعامل المدراء مع الجائحة، مدراء الشركات يعني ومدراء كل المنظمات مع الجائحة، بحكم أنه الجائحة الناس تعمل عن بعد، وأيضا في حالة لبنان الخاصة لأنه الناس ما عندهم سيارات، ما عندهم بنزين اللي يمشوا بها العمل، المقرات العمل. تطرقت لثلاث مواضيع كثير كبيره. خلينا نبلش بموضوع السبلاي تشين، لانه انا كنت اشتغل بشركه شحن. بنرجع كنا عم نقول ان احنا موضوع العمله اللي كانت قبل، كان عندنا ايزي اكسس على الدولار، يعني كنا احنا بنحصل على الدولار شيء كثير هين بالنسبه لنا. فللاسف لبنان صار بلد امبورت، يعني بيتكل كثير على الواردات، ما بيصدر بيستورد. انا بتذكر قبل ايام زمان كان في عندنا اسواق الشعبيه للزيت، كان في اسواق اللي انت صناعه لبنانيه، بسبب انه الدولار كثير هين وصارت كل العالم تستورد، ففتحوا كثير محلات من برا، فصارت كثير ناس تستورد بضاعتها من برا، بطلت تصنع. يعني انت بطلت بلد مصنع، انت صرت بلد بيتكل كثير على الايرادات وعلى الاستيراد عفوا، وما عنده تصدير، منصدر شيء جدا ضئيل بالنسبه للاستيراد. يعني انا كنت اشتغل بشركه شحن وكنا نشوف الارقام كثير، نحن كنا معظم الواردات او العائدات اللي بترجع لنا كشركه كانت متكله على الاستيراد، كان شيء جدا قليل التصدير. بي كونسبت لبنان بلد غير مصدر، بس هو بيقدر يصدر كثير، بس هو اتكل على الاستيراد. يعني احنا عندنا خياطين اللي بيعملوا القماش شاطرين، عندنا اللي بيعملوا الشوز او الحذاء شاطرين، بس نحن اتكلوا انه خلص ما انا بستوردهم، والعالم فتح على بعض وفي كثير ناس بتشحن على البلد. اللي صار بموضوع الدولار، اذا ما بدي اشيل كورونا على جنب، اللي صار بموضوع الدولار، لا هيدا انا بقول دائما في برايت سايد او في جانب ايجابي لاي مشكله بتصير. اكثر جانب ايجابي صار بموضوع الدولار، غير انه الناس صارت واقفه حد بعضها والناس بتساعد بعضها، هي انه الشعب اللبناني رجع يكون بلد مصدر وبلد بيصنع. رجعنا نشوف المعامل الصغيره، رجعنا نشوف الناس اللي بتصنع الاشياء الصغيره، لانه الناس ما بقى قادره تستورد. انا بدي ماركت كذا، هيدي البراند بدي اجيبها من برا، لا انا صرت بنزل على السوق اللبناني، بجيب مثلا شو حذاء، بجيب جزدان، بجيب اي شيء انا بدي اياه من السوق اللبناني. فهون رجعت شوي، فينا نقول الاقتصاد اللبناني شوي يتطور وصار يرجع، وشو صار يعمل شوي يصدر، لانه انت ما بقى عندك استيراد، بس انت صرت بدك تكل انك تصدر. وصارت اللبنانيين الدياسبورا او الناس المغتربين تطلب بضاعه صناعه لبنانيه تتشجع المعامل او الناس البزنسز بلبنان او الشركات. يعني شو بدي اقول لك، يعني شو بدي اقول لك، مثلا كثير طلع في انيشيتيفز للخضره للفواكه. نحن معروفين انه بلد حمضيات، بلد خضره، بلد فواكه، عنده خضره وفواكه كثير طيبه نحن لبنان. فكثير صرنا نسمع بانيشيتيف تصدير فواكه، تصدير خضره، تصدير لبرات لبنان. هذا الشيء كثير منيح، ما فينا ننكر انه منه منيح. هلا كان بدي اقول بعض شغله. ايه بيجي عندك لا الصيفية اللي مضيت، ما فينا ننسى ضربة البول، انفجار مرفق بيروت. انفجار مرفق بيروت خرب الدنيا. صح. من بعد انفجار طبعا تعطلت يعني حركة الشحن فترة بسيطة مش كتيرة، بس هون صارت أوقات انه الوقت اللي بدك تشحن فيه تيوصل على لبنان بياخد أكتر وقت من وراء ضربة البور، والناس كمان خسرت كتير اغراضها بالمستودعات اللي تحت. فهون كمان التصدير كتير عالي، وبعده لهلأ التصدير عالي بلبنان. هيدا بالنسبة لموضوع السبلاي تشين. سألتني سؤال تاني على جائحة كورونا، صح؟ القعدة بالبيت. هلأ نجي على القعدة بالبيت وتأثيرها على العمل عن بعد. هلأ شوف، تأثيرها بكل البلدان نفس التأثير، نحن نتشارك نفس التأثير، بس عندك بلبنان لأنه مميز. من أي ناحية؟ مش كل العالم عنده كهربا كل الوقت، مش كل العالم عنده انترنت كل الوقت. وإذا عنده انترنت، مش كل العالم عنده الانترنت سريع. فهيدا الشيء هون أصحاب العمل بدها تتقبل، ما عنده حل تاني.
يعني رب العمل ما كان عنده حل تاني إلا أنه وقت أنا أقول له مثلا أنا بتنقطع الكهرباء، ما عندي اشتراك، ما عندي موتور، لأنه حتى بموضوع الموتورات بتعرف شو يعني موتور؟ يعني الاشتراك الخارجي للكهرباء. نحن في عنا اشتراك الدولي للكهرباء، نحن أي بلد في عنده شركة كهرباء صح؟ للدولة. صح. نحن بلبنان الحمد لله عنا 1000 شركة كهرباء الحمد لله، يعني نحن عنا شركة كهرباء الأساسية للدولة اللي هي ما بتعطيك كهرباء بسبب الفساد، وهذا موضوع تاني. فتكل على الصغار اللي عنده موتورات، بجيب واحد عنده موتور بجيب له مازوت تعبيه، بمد هو خطوط اشتراك كهرباء للعالم. يعني شو بدي لك سمول بزنس اذا بدك تعتبره. نحن عايشين هيك من زمان كتير بلبنان، يعني انت ما فيك تتكل على كهرباء الدوله لانه كهرباء الدوله ما بتعطيك ما بتغذيك. نحن من زمان كتير في مناطق مثل بيروت نحن كتير منيح، كانت انقطعت كانت يعني يشيلوا الكهرباء عندنا 3 ساعات تنفترض بالنهار، بس في عندك مناطق تجي مثلا بس 10 ساعات او 12 ساعه بالنهار من زمان كتير، وبتتكل على الاشتراكات المولدات اذا بدي اقول. فهون رب العمل شو عنده حال؟ بيروح بجيب له مولد كهرباء للموظف؟ لا، بده يتقبل انه هذا الموظف بده يكون شوي فلكسبل وليل، انه هذا الموظف تقطع الكهرباء عنده بده شغله بده يبقى. فطبيعي بهيدا البلد الشغل بتأثر شوي، ما فينا ننكر. هلا بنجي لموضوع البنزين. هون انا اذا بدي احكي على صعيد شخصي، اذا بدي احكي مني انا كبنت مسؤوله مديره لمؤسسه ومسؤوله عن فريق عمل، انا كنت واقف بصف البنزين 4-5 ساعات. انا بتذكر في مره قد ما عملت اجتماعات انا واقفه بكيو البنزين ناطره تعبي سيارتي، طفى تليفوني، فكان عندي اجتماعين I didn't show up، ما قدرت. 4 ساعات انا واقفه بمحطه البنزين. هون صارت العالم تفهم، يعني صرت تشوفوها على التشانلز وعلى التي في انه لبنان شو عم بيعاني. فاذا كان عندك اجتماع مع حدا بقلب لبنان صار تتقبل، اذا كان عندك اجتماع مع حدا برات لبنان صار تتقبل. بس وين المسؤوليه بتيجي والضغط على مدراء الشركات او مدراء المؤسسات؟ يعني انا عم بقول لك يمكن يوم اوعى الصبح 7 الصبح وعلى واتساب مسجز انه انا ماني قادر اوصل على الشغل، انا علقانه بكيو البنزين، انا في عندي الماركتينج كوردينيتور بتذكر كثير كانت تبعت لي الصور، هي فاتحه اللابتوب عم تشتغل من قلب السياره، كانوا يفتحوا اللابتوبات تبعهم لحد ما تقضيوا الباتري ويشتغلوا من قلب السيارة. هلأ وين المشكلة عندك؟ أنه أنت بدك تكون لين بطريقة معينة. يعني أنا صرت مثلا أول شيء طبعا بدك تكون لين ماديا، يعني ماديا أنت بدك تراعي أنه هن صاروا عم بيدفعوا زيادة للبنزين، فأنت بدك تعود وتعود لهم هذا الفرق، ما فيك ما تعمل هيك. بدك تحس أنه هن صاروا عم بيدفعوا عم بيتكلفوا على البنزين زيادة، هاي التكلفة. بدك صناعة فلكسبيليتي من أي نوع؟ مثلا انت نفترض يوم بالاسبوع او يومين بالاسبوع فيكم تشتغلوا من البيت، او يوم بالاسبوع اللي هو ديديكيتد ان انتم بتكون تعبوا بنزين، يعني بتنزلوا انتم بتكون تعبوا بنزين، ما في داعي ترجعوا على المكتب. نفترض كفوا على بيتكم، هي انتم عبيتوا سيارتكم لمده اسبوع، بس في عندك ناس كانت تشتغل برات بيروت، يعني في عندك في ناس بتعبي سيارتها اكثر من مره خلال الاسبوع، كمان هيدي انذر تشالنج او تحدي ثاني. لمرحله التحدي الثالث انه بتذكر كيف قطع طرقات وقتها والناس ما عم تقدر توصل على الشغل. بتذكر انا في عندي موظفه هي بمنطقه برات بيروت علقت بضيعتها، كانت بالويك اند بتضيعها وعلقت فوق وما قدرت تنزل على المكتب. اوكي بتشتغل من البيت ما في مشكل، نحن لابتوب معهم وفي انترنت بيشتغلوا عن بعض. طيب الانترنت بالبلد صارت جدا تعيسه اخر فتره لانه ما عم بيقدروا يغذوها. انا في مره تطلع هي على سطح البنايه، قالت لي انا على سطح البنايه تجرب القطع ارسال، كان عندها اجتماع تطلع على سطح البنايه. It was challenging. It was very challenging for us. منا ايزي. انا بتذكر بالال ال دبليو بي نحن نعمل ستاف ميتنج، سو انا اي ميك شور انه بكل ستاف ميتنج او صح ترجموت ساعدوني شويه بالترجمه بلشت خربت لما كثر انجلش شوي، يعني اللقاء عمل الاجتماع تبع الفريق مزبوط. نحن بنعمل اجتماع شهري لفريق العمل كله، وانا دائما باكد انه بحرص على انه هذا الاجتماع مش يكون نحكي عن الشغل، لا، نحن اجتماع مشان نتسلى، نعمل ايس بريكر سيشن، نتعرف على بعض اكثر من اول روابط مع فريق العمل ومن هنئ بعض. انا عندي كلتشر او بيئه معينه بحرص عليها دائما بالعمل، انه انت بدك شو بيقولوا تهنئ يعني رفيقك اذا هو عمل منيح، ومنحط انه شو القصص اللي احنا اخفقنا فيها هذا الشهر وكيف فينا نصححها، ومنشارك الامور الحلوه بيناتنا ومنتقرب لبعض. بتذكر وقت كانت ازمه البنزين كانوا يجوا لعندي البنات او الشباب على المكتب عم بيبكوا، يعني انا بتذكر كيف في بنات عم تبكي، طب انا 4 ساعات ناطره تعب بنزين تاجي على المكتب،
وما فيها تقعد بلا بنزين بالنهاية. ففي نهار أنا احترت، قلت إنه شو بدي أعمل، إنه هذا اللقاء اللي بنعمله كل شهر لازم نعمل شيء مميز. فبتذكر قلت لهم إنه هذا الشهر اللقاء ما إنه حيكون بالمكتب، هنروح كلنا مع بعض نتغدى، كلنا مع بعض نتغدى بمحل برات المكتب تنطلع من جو المكتب. ورحنا تغدينا، هن متوقعين إنه يكون الجدول تبع الاجتماع نفس جدول اللي أنا بعمله بالمكتب عادة، بيكون في فقرات اللي قلت لكم إياها. فخلصنا ناطرين هن الجدول والفقرات يمشوا مثل العادة. قلت لهم ما في جدول هذا الشهر، قلت لهم هذا الشهر هاي الطاولة قدامكم، كل واحد يكب على الطاولة همومه وشو زعجه بس، فرغ قلبك. فتحت لهم إنه كبوا اللي عندكم، طلعوا اللي بقلبكم، احكوا اللي بدكم. تتخيلوا يعني عن جد، يعني طه وزبير بتتخيلوا شو كانت مشاكلهم اللي حطوها على الطاولة. أنا بس بدي إنترنت تعرف اشتغل، أنا بس بدي كهربا تعرف اشتغل، أنا بس بدي بنزين تأوصل على المكتب. طلعت أنا هيك حطوا قدامي مشاكل أنا شخصيا عم بعانيها وما فيني حللهم إياها، ما عندي الحل لها. فصرنا هون نجرب نكون لينين، بدك تكون لين بالتعاطي. إذا الموظف بده يشتغل 8 ساعات بالنهار مش مشكلة، إذا اشتغل أقل من 8 ساعات، لأنه أنت من هي بدك تحط ثقة بموظفينك. إذا أنت حاطط الثقة فيهم بدك توثق إنه هني ما حيأثروا بعملهم. إذا ما قدر يشتغل لك من الساعة 9 للساعة 5، إذا نفترض هو بس تجي الكهرباء عنده، لو الساعة 10 بالليل نحن كنا نشتغل. فصرنا ندور بحياتنا على دوام الكهرباء والإنترنت والبنزين. صح والله، للأسف لما سمعوا أمور ثانية في الجزائر مؤخرا، الحمد لله ما عندناش مشكل في الطاقة، ولكن مشاكل في أمور الزيت، الغذاء، أمورات اللي هي لا يعقل أنه الدول العربية حاليا أساسية، أمور أساسية وبيزك هيومن نيد. يعني قرن 2022 مشكلتها أنها ما هيش ناتجة عن نقص حقيقي، هي أمور متوفرة معظمها عن سوء تسيير. من غير إطالة نسترين به نختمه وما نطولوش عليك إن شاء الله، سؤال أخير باختصار، إذا ممكن تعطي نصائح لفئتين، فئة الشباب والشابات اللي حاليا حابين يخيروا اختصاص، وخاصة اللي حابين يهتموا بمجالات ستيم كل ما هو علاقة بالتكنولوجيا والحوسبة والعلوم، وأيضا للوالدين اللي عندهم أطفال صغار، كيف يمكن لهم أنهم يشجعوا أولادهم وبناتهم من الصغر بالاهتمام بمواضيع هذه التقنية والكمبيوتينج والروبوتكس وما شابه. أول شيء بدي يكون في توعية للشباب وللأهل أنه عالم التكنولوجيا هو عالم كتير كبير وعالم سريع جدا. يعني الإنسان بده يضله بحالة تطور لأنه هذا العالم جدا متطور. فنصيحة الأولية هي للشباب والصبايا وخاصة للبنات أو للأنثى بمجتمعاتنا، أنه ما تفكري أنه هذه الاختصاصات هي فقط للرجال. كل ما هو بأبدع أنت فيك تأبدع أكثر. يعني يمكن الشاب معروف بجرأته أكثر من البنت، فأنت بس ناقصك شوية جرأة، آمني بحالك، آمني بأنه أنت قادرة تعطي. ونحن على فكرة مميزين النساء أنه نحن detailed oriented، يعني نحن كثير مندقق على التفاصيل، وبعالم التكنولوجيا التفاصيل جدا مهمة. صح، ونحن we overthink we overanalyze. يعني نحن عفوا بعتذر منكم يا شباب اللي معي هلا انه نحن منفكر كثير ومنحلل كثير. وهلا شو اكثر شيء شغال بالعالم؟ تحليل البيانات، صح ولا لا؟ صح. فنحن جدا مناسبين لهدول الاختصاصات، جدا جدا. داتا انالست بدي 100% داتا انالست، داتا ساينس. فما بينقصنا شيء. بس بقول شغله للنساء، اول شيء هي تامن بحالها. وبقول شغلة تانية، أنا دايما بكل my speeches، يعني إذا بتسمعوهم كلهم on the internet، دايما بقول، دايما I quote Madeline، Mrs. Madeline Albright قالت مرة جملة: There is a special place in the hell for the women who do not help other women. يعني في مكان مخصص بالنار أو بالجهنم تنفترض للنساء اللي ما بتساعد غير نساء. حتى هي مادلين أولبرايت هي نفسها خبيثة كبيرة، لما سألوها على هل أنه موت 500 ألف طفل عراقي was it worth it، قالت yes anyway. كما نقولوا حتى even a broken clock is right twice a day. yeah, so أنا بقول أنه النساء لازم تساعد غير نساء، ما تخافي، يعني ما تخافي، ما حدا بياخد محل حدا. وبالنسبة للشباب والنساء للفئتين، إذا بدي أحكي عن مواضيع الستيم، بيوصلوا لكثير محلات، مجال جدا واسع، مجال عالمي، مجال مطلوب، فيتخصصوا فيه. بس أنا في شغلة بدي أركز عليها، يشتغلوا على حالهم،
يشتغلوا على السكيلز اللي هي غير التكنولوجي، البيرسونال سكيلز اللي هي شخصيتهم، صح، طريقة تعاطيهم مع الأمور، طريقة تعاملهم مع الآخرين. إذا بتلاحظوا هلأ معظم الشركة الكبيرة بطلت عم تطلب شهادة جامعية. Did you notice this؟ يعني لاحظتوا هذا الشيء، شهادة جامعية صار شيء سنوي، لأنه ممكن إنسان يتعلم هو قاعد بالبيت. نحن للأسف معودين نكون consumers and not producers. نحن معودين نستعمل الآيباد ونعمل داونلود لكل الألعاب عليها، بس نحن ما نعرف كيف الآيباد معمولة أو كيف اللعبة معمولة. صح. نحن معودين نستخدم التكنولوجيا بس ما معودين نحللها أو نعرف كيف تشتغل أو نحن نصنعه بالأحرى. فback to the point أنه بالإضافة لأنه هو يتعلم تعليم التكنولوجيا والرياضيات والعلوم بكل الأحوال، بس يضلوا بمسيرته عم يشتغل على شخصيته، لأنه هي بنهاية combination of both. يعني هي بده يدمج الاثنين مع بعض. حتى لو كان كتير شاطر بالتكنولوجيا بس هو ما بيعرف يوصل فكرته، ما بيعرف يحكي، ما بتعرف الطالب بحقه، ما بتعرف توضع اجتماع، ما بتعرف تحكي باجتماع. تستحي إذا كان في 20 رجال بقاعة الاجتماع وهي البنت الوحيدة ما حتوصل، حتى لو هي كتير سكيل. فهذا بموضوع الشباب والصبايا، وبموضوع أو بدي أقول شغلة كتير مهمة للفتيات لو سمحت، يعني ما علي، أنا دايما بدي خصص الفتيات بحكي، إنه أي شيء مجتمعي ما تخليه يأثر عليك. يعني إذا أهلك قالوا لك إنه لا روح عملي شيء أنت اختصاص بالتعليم، لأنه بكرة أنت بالتعليم بتصير بتاخدي عطلك السنوية مع أولادك، وبتصير أهون عليك إنه أنت تربي عائلة. تربية العائلة مشتركة بين الزوجين، هي منا بس ليبلد للمومن. نحن هلأ في مشروع كتير فايتين فيه بالـ LWB، نحط policies أو نحط قوانين إنه المرأة يصير عندها شو الروادع، ليش المرأة بتقبض أقل من الرجال، نحن كيف فينا نساعدها. نحن إذا المرأة هي بالماترنتي بفترة الحبل أو فترة الولادة أو فترة الرضاعة، أن يكون في شوي قوانين تحميها بالعمل للرضاعة، تسهل حياتها بالرضاعة تنفترض. فهيدي بالنسبة للشباب والصبايا. ما الستيم is a very important مجال جدا 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 واسع، وبتوصل فيه لمراتب جدا عالية إذا اشتغلتوا على حالكم صح. وبالنسبة للأهل I have a lot to say، ما بعرف كيف بدي رتبهم لأفكاري هلا. يعني آمنوا ببناتكم وآمنوا بشبابكم. ما بدي أقول آمنوا بالبنات على قد مستوى الشباب، لأنه ما بحب أنا هيدي المقارنة، بس آمنوا بالبنات اللي عندكم. البنت فيها وأثبتت بكثير محلات إنه فيها تتزوج وتجيب عائلة وتربي أولاد وتطلعن أولاد رائدين بالستيم كمان، وهي تكون رائدة بالستيم. نحن معروفين we are multitaskers. يعني طه وزبير نحن أقوى منكم بهذا الموضوع، بعتذر. نحن فينا نحمل أكثر من شغلة مع بعض. المرأة عندها قوية معينة فيها تحمل أكثر من شغلة وفيها تمثل. وللرجال بدي أقول شغلة support the woman، يعني أنتوا ساعدوها. المسؤوليات مسؤوليات مشتركة، المسؤوليات العائلية. ما يفكر الرجال إنه ما يحاربها بحلمه، ما يحاربها بطموحه، يكون واقف جنبها، لأنه هي بالنهاية المرأة بتشارك طموحاتها على فكرة. يعني إذا عندها عائلة، الحلو بالمرأة إذا هي مرفع مستواها بمحل بتحب ترفع غيرها واللي حواليها، بتحب تشارك هيدا الشيء. وللأهل نبعد عن الستيريوتايبينج، نبعد عن العوائد، العادات، إذا بدي أقول العادات المجتمعية اللي هي بتحد من طموح الشاب أو البنت. يعني أنا بتذكر من كتير أيام بالضبط كنت عم بحكي، كان حدا عم بخبرني عن شخص أنه إنسان جدا شاطر، شاب على فكرة مش فتاة، حتى ما تقولوا دايما بسمع النساء، شاب جدا شاطر وأخذ الشهادات جدا قوية من الجامعة الأمريكية ببيروت، بس هو شاب وحيد عند أهله، وحيد يعني هو الشاب الوحيد بالمنزل، في شاب وفي فتاة. بيه وأمه قد ما كانوا معلقين فيه صحلوا كتير أو إجي كتير عروضات لبرات لبنان بشركات كتير مهمة، ما كان يخلوه يسافر. كان يؤماجن هلأ يمكن اتطورنا بهذا الموضوع، بس كمان الأم والبي وسقوا بولادهم. بدي أقول شغلة للأم والبي، أنا ربيت ببيت بتذكر بي وأمي يقولوا لي نحن ربيناكم لعمر 17 أو 18 سنة، خلص اللي بدنا نأسسه أسسنا، 18 سنة إحنا عم نأسس أساس عندكم. هلأ أنتوا شغلتكم بعد 18 سنة كيف تاخدوا هيدا الأساس وتستعملوه بالمجتمع. نحن ما بقى فينا نأسس من بعد 18 سنة، نحن فينا نوجه، فصاروا هني بيوجهوا
وهلأ صارت أقل، بطلت 18 سنة مثل قبل. إذا أنتم مسئين من التربية اللي أنتم عم تربوها لأولادكم، إذا كانت فتاة ولا إذا كان شاب، ازرعوا فيهم العلم، ازرعوا فيهم أنه يعملوا طموحهم مثل ما هم بدهم. في شغلة كتير مهمة بمجتمعاتنا يا طه ويا زبير، أنه إذا البي مهندس بده يجبر الولد يطلع مهندس، إذا البي محامي الولد بده يطلع محامي، إذا الأم ما بعرف شو اختصاصها الولد بده يطلع مثلها. لا، مش مزبوط هذا الحكي، مش مزبوط هذا الحكي. مش مزبوط. هو بده يحقق طموحه، هو بده يحقق اللي بده إياه، هو بده يوصل، هو بده ينقي اختصاصه. يا ما في شباب وفي فتيات بجامعة عملوا اختصاص لأنه البي بده هذا الاختصاص، بعدين ما كفوا شغل فيه، ما كفوا مسيرتهم فيه. خلوا كل أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة. هذا جبران خليل جبران إيه. كنا حكينا على هذا الموضوع مرات عديدة، يعني على كيفية الاختصاص وتأثير العائلة في اختصاص الأولاد، وفي أنه هذا يعني قدر يحد من قدراتهم، لأنه التخصص اللي ممكن يحبه الأب ما هوش بالضرورة هو التخصص اللي ممكن ينبغ فيه الابن أو البنت. خليني أقول لك 100% بحب حد من قدراته، من شخصيته، من ثقته بنفسه. أنت عم بتحطه بمحل مش هو. بقول لك إذا بلانت أو الزريعة، ما بعرف بالعربي الفصحى شو اسمها، البلانت يعني البلان، إذا هي عم بتموت مش بتكبها، بتغير الانفايرمنت اللي هي فيها، بتغير المكان اللي هي متواجدة فيه. هي ماتت بسبب المكان اللي هي فيه، صح ولا لا؟ فأنت بتكون عم تقتله طموحاته، أنت بتكون عم بتحدر له من طموحاته. هو لو عمل اللي هو يمكن هو ببدع بالشيء اللي هو بحبه. Do what you love. كل إنسان يعمل الشيء اللي بحبه، الشيء اللي هو عنده شغف، لأنه قد ما عطيت بشغلة أنت شاطر فيها، أنت حتوصل بالشغلة اللي أنت عندك شغف إلى أكتر بكتير. شكرا جزيلا نسرين على كل النصائح اللي قدمتيها لنا وكل المعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم. صراحة لو سمح الوقت لكنا عملنا 3 ساعات مع بعض، فجزيل الشكر على كل وقتك ونعتذر منك. بارك الله فيك على كل المعلومات اللي قدمتيها لنا، شرفتني بحضورك في البودكاست. نعطي لك كلمة أخيرة على عجالة وبعدين نمشي للزبير حتى نختم الحلقة، تفضلي. أول شيء أنا بدي أتشكركم، صدقوني ما حسيت بالوقت، هلا عم بطلع تقريبا إنه أكثر من ساعة ونص حكينا، وأنا كثير مبسوطة لأنه أنا كل الحديث معكم جدا شيق. أول شيء أنتم الحوار جدا شكرا أنيق. جزيلا. في أناقة بالحوار وفي ترتيب بطريقة الحوار، وهذا الشيء شكرا لكم. وأنا دائما بنبسط بهول الحوارات، لأنه أي سبيتش أو أي مداخلة بعطيها بتخليني أتذكر أشياء كثير مرقت معي، وبتخليني ضلني مشبثة بالمشن أو بالمهمة اللي أنا هلأ عم بعملها واللي حضرني أعملها، وبتخليني أوثق وأتذكر أحداث صارت قبل ولقى زرعت بمحلات صحيحة وأثمر، وشو بقولوا أثمرت. فشكرا جزيلا، أنتوا بتخليني أتذكر مراحل كثير حلوة، كثير تشالنجين، كثير تحديات، بس بتذكرها بابتسامة إنه قدرنا نتخطيها. فشكرا كثير، وشكرا على هيدا الانيشيتيف، لانه الشباب بالعالم خاصه بمجتمعاتنا بحاجه لهيك افكار، بحاجه لهيك التوعيه. وانا شو بدي اقول، انا بتمنى منكم، يعني ما بعرف هلا البودكاست انتم كيف حتعرضوها، بس انا افيلبل، انا موجوده كثير ايزلي على لينكدين نسرين ديب او على الفيسبوك نسرين ديب. اي حدا بحابب يتواصل معي لاي فكره لاي دردشه انا جاهزه. جزيل الشكر لك على كل ما قدمته اليوم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا نسرين، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، واستفدنا معك وتعلمنا من خبراتك، وخاصة أنه وأنا نسمع فيك ودائما أعمل مقارنات في ذهني مع وش نعيشه في الجزائر. عندنا الكثير من الأمور مشتركة في الدول العربية ونفس المشاكل اللي نعيشوها، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل أنها تحسن، خاصة لما نشوفوا أنه الجيل القادم والجيل الجديد، بالرغم من أنهم الجيل القادم دائما يعيبوهم أنه الجيل اللي كبر على الانترنت وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب، ولكن فيه أمل بحكم أنهم راح يتجاوزوا بعض العوائق الذهنية ممكن نسموها، احنا نسموها ليفو بروبليم عادة، واللي هي مشاكل نخلقوها أو قيود نفرضها على ذاتنا من غير ما هي، لا قيود ولا هي دينية ولا هي ثقافية، هي بيئية محصورة في بعض البيئات اللي هي تعوق الإنسان وتحد كثيرا من الطموح تاعه. وخاصة كما المقولة اللي ذكرتيها مهمة جدا للأولياء، خاصة أنه
المقولة المعروفة لسقراط أو لأفلاطون ينسبوها أحيانا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن مش له، يقول لا تكره أولادكم على أثاركم فإنهم مخلوقون لزمن غير زمانكم. يعني التولز الذي لازم صح لأنه لازم نعطوه للشباب والشابات التولز اللي تخليهم رايحين يعيشوا في عالم الغد اللي هو من المستحيل رايحين نرجعوا لكيف كانت الأمور من قبل. صحيح. وللأهل وللولاد ما تخافوا تغلطوا، ما صح. تخافوا إذا عملتوا شي غلط، هيك بتتعلموا. ما في إنسان ما تعلم إلا ما غلط. صح صح. شكرا مرة أخرى، وممكن نلتقي فرصة أخرى، وشكرا للمستمعين تاعنا اللي بقوا معنا وسمعوا، واتمنوا أنتم ثاني استفدتوا واستلهمتوا من القصة. نلتقي في حلقة أخرى وضيف آخر. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.